الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم. ملعب جديد من ملعب الأشبال، ورحلة جديدة من رحلات اكتشاف المواهب والنجوم داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. النهاردة عندنا رحلة جديدة مع مواليد 99. كنا قبل كده عملنا مباراة مباشرة على قناة النادي الأهلي لفريق 97 لفريق 2001، والنهاردة رحلة جديدة من رحلات اكتشاف المواهب والنجوم لكن مع مواليد 99. لكن في البداية النهاردة الذكرى ال14 لرحيل أفضل وأعظم وأحسن مدير كرة جه في تاريخ الكرة المصرية، كابتن ثابت البطل. كابتن ثابت البطل اللي اتعلمنا منه حب وقيم ومبادئ النادي الأهلي، اتعلمنا منه المسؤولية داخل النادي الأهلي. كابتن ثابت البطل رحمة الله عليه، أول عقد لي أنا شخصيا وأنا بعمله مع النادي الأهلي لما مضيت على بياض، بعدها بثلاث أسابيع بنتكلم عن القيمة المالية في العقد. فعلا لما بصيت على العقد بتاعي لقيت اللي أنا اتفقت معاه مع كابتن ثابت هو نفسه الموجود في العقد بتاعي. ده يبين لي إن المسؤول داخل النادي الأهلي لما بيقول كلمة تبقى بمثابة عقد، وده اللي أنا اتعلمته شخصيا من الكابتن ثابت البطل. في آخر أيامه كان تعبان، وكنا في مباراة أهلي وزمالك، وقبل ما يتوفى بيومين كان تعبان جدا. كلنا اتجمعنا حواليك كلاعيبة قلنا له يا كابتن ثابت لازم تريح، ظروفك الصحيه وانت تعبان. قال انا لو ريحت في البيت هتعب اكتر، طول ما انا موجود داخل النادي الاهلي انا كده مرتاح. رحم الله كابتن ثابت البطل، عاش بطلا وكان ثابتا دائما على مواقفه. ثابت البطل، عاش ثابتا ومات بطلا. ثابت البطل رامي وامسك الكوره جدع، ثابت زي البطل. الراحل الحاضر بذكراه ثابت البطل، أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ النادي الأهلي والمنتخب الوطني والكرة المصرية، وأحد أبرز رموز القلعة الحمراء الذي حفر اسمه بحروف من ذهب في قلوب الأهلوية. هيخش شيشيني ارتبط اسم البطل دائما بالبطولات والإنجازات المحلية والإفريقية، لاعبا ومديرا للكرة بالأهلي، حتى لقي ربه صباح يوم 14 من فبراير عام 2005 بعد صراع طويل مع المرض، وأصبح مثالا للتفاني والإخلاص وحب الأهلي. ولد ثابت البطل في 16 من سبتمبر عام 53 بمدينة الحوامدية جنوب الجيزة، وبدأ مشواره الكروي في نادي سكر الحوامدية كجناح أيسر قبل اكتشاف موهبته وقدراته في حراسة المرمى، حيث وقعت عليه أعين عبد البقال مكتشف النجوم للقلعة الحمراء لينتقل إلى الأهلي عام 72، وطوال 16 عاما قضاها البطل حارسا أمينا للنادي الأهلي، حقق معه 25 بطولة وأعلن اعتزاله الملاعب في ختام موسم 90-91. ثابت البطل كان معجزة، معجزة في الرجولة، معجزة في الإخلاص، معجزة في العطاء، معجزة في الحب. لقد كان أخي رحمه الله وزاد في هذه الأيام مدى معرفة الناس بوجود ثابت البطل أو غيابه في كلا الحالتين. إن ثابت البطل لم يغب عن أذهاننا وعن قلوبنا. اختتم ثابت البطل حياته كأروع ما يكون بعد أن شهد انتصار الأهلي على الزمالك، وقبل رحيله بساعات بثلاثية نظيفة سجل محمد أبو تريكة منها هدفين وعماد متعب هدف، وأصر البطل على مشاهدة اللقاء من أرض الملعب في مكانه على دكة بدلاء الفريق باستاد الكلية الحربية برغم تدهور حالته الصحية من منطلق عشقه الشديد للقلعة الحمراء.
أنا بشكر كل من قادات النادي الأهلي، وبشكر النادي الأهلي على وقوفه بعد وفاة ثابت البطل مع حارسه ومع مدير كرته. فثابت عاش بطلا ومات بطلا ولم يمت في سيناء إلى أبد الآبدين حتى نلقاه. رحم الله ثابت البطل وجعل مثواه الجنة ورحم والدينا. في مشهد مهيب ودع الآلاف من جماهير الكرة المصرية والمسؤولين جثمان الراحل إلى مثواه الأخير في مدينة الحواملية مسقط رأسه. كابتن ثابت البطل رحلة طويلة من العطاء داخل النادي الأهلي، هو لاعب وهو إداري، ودايما سيظل في قلوب الأهلاوية بالرغم من مرور 14 سنة، لأنه كان ثابت دايما على مواقفه ومبادئه اللي تربى عليها داخل النادي الأهلي. ربنا يرحمه كابتن ثابت البطل. في برنامج الأشبال من أول حلقة طلعنا فيها كان دايما لنا هدف، وهدف كبير كمان. زي ما احنا قدمنا وعرفنا بلعيبة موهوبة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وفي الأندية المختلفة، بدأت دلوقتي الجماهير تعرف لعيبة وأسمائها، كان لنا هدف تاني كبير برضه، وهو هدف سلوكي وهدف تربوي. كان هدفنا ان احنا يبقى احنا البدايه عندنا ان احنا يبقى في نبذ للتعصب، ان احنا نربي اشبال ونربي ناشئين على حب انديتهم بدون تعصب. وكانت كاميرا الاشبال دايما موجوده في كل الانديه، كنا بالنادي بالكلام ده. عايز اذكر الناس ونسترجع كده ذكريات قديمه ونشوف صور ولقطات معانا من مسؤولين فعلا مسؤولين في الرياضه المصريه، قبل ما يبقى عندنا استثمار رياضي وقبل ما يبقى عندنا انفتاح، لكن كان عندنا روح رياضيه. صوره الراحل العظيم كابتن صالح سليم وكابتن حسن زموره، رئيس نادي الزمالك حلمي زموره ورئيس نادي الاهلي، شايفين الروح الرياضيه. صوره الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وهو بتيشيرت نادي الزمالك، والكابتن حسن شحاته كابتن فاروق جعفر بتيشيرت النادي الاهلي. اللقطة دي كابتن حسن شحاتة وهو داخل النادي الأهلي وهو مع لاعبين النادي الأهلي في ملعب مختار التتش. لقطات حلوة ولقطات دايما بتذكر بالعلاقة القوية بين الأهلي والزمالك، ودي اللقطات دي اللي دايما عايزين نربي عليها أشبالنا والناشئين وكل الصغيرين داخل قطاعات الناشئين، هي نبذ التعصب الروح الرياضية. وزي ما قلت لحضراتكم هي دي العلاقة اللي هتبقى دايمة بين الأهلي والزمالك برغم دخول أي مستثمر، أي انفتاح في الرياضة المصرية، لكن هي دي اللي هتبقى دائما، إن الأهلي والزمالك أكبر أندية في التاريخ، أكبر أندية في الوطن العربي. كابتن حسن شحاتة قيمة ورمز كبير في من نادي الزمالك ويكون موجود داخل نادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب وهو بيتجول داخل نادي الزمالك مع رئيس الزمالك السابق والأسبق أستاذ ممدوح عباس. يا رب تكون اللقطات دي درس للمسؤولين الحاليين، المسؤولين الغير مسؤولين وأصبحوا موجودين في الرياضة المصرية. دي لقطات للتاريخ عشان يتعلم منها المسؤولين قبل الكبار، المسؤولين قبل أشبالنا وناشئينا داخل قطاعات الناشئين في مصر. لما تلاقي رمز كبير زي كابتن محمود الخطيب بينتمي للنادي الأهلي موجود داخل نادي الزمالك مع اسم كبير الأستاذ ممدوح عباس داخل نادي الزمالك. كنا حابين نعرض الصور دي ونذكر الناس كلها بعلاقة الأهلي والزمالك اللي هتظل دائما. ومعانا لقطة كابتن محمود الخطيب كابتن حسن شحاتة وقبل انطلاق مباراة للأهلي والزمالك، والاتنين بياخدوا ايدهم بعض وبروحوا لجماهير الأهلي والزمالك، وبنشوفها دلوقتي حاليا من الجماهير، بنشوف في الدقيقة 20 جماهير الزمالك بتحيي ذكرى شهدائهم، وبرضه في الدقيقة 74 وبيحيي ذكرى شهداء النادي الأهلي. نفس الكلام جماهير نادي الزمالك، فدي رسالة وصور وفيديوهات للمسؤولين حاليا، نشوف الروح الرياضية علشان عايزين نربي أجيال
على حب أنديتهم، أجيال بعيدة عن التعصب اللي احنا كلنا رافضين التعصب. هنروح دلوقتي برضو لحاجة مهمة، زي ما النادي الأهلي ومجلس إدارته بيهتم بالفريق الأول، بيهتم بقطاعات الناشئين بكل الفرق. النهاردة عندنا اهتمام من نوع آخر، وهم براعم النادي الأهلي. النادي الأهلي بيشترك في بطولة ودية دولية في دبي، بيشترك فيها براعم النادي الأهلي مواليد 2006. طبعا يعني موجود مع البعثة المهندس محمد سراج رئيس البعثة، طلع معاهم الكابتن فتحي مبروك، وما شاء الله يعني عملوا إنجاز النهاردة حلو جدا. كان عندهم مباراة مع الوحدة الإماراتي وفاز فيها النادي الأهلي، براعم النادي الأهلي 4-0. أحرز الأهداف عمر سيد معوض ابن كابتن سيد معوض هدفين، ومحمد شريف هدف، ومحمد أحمد سعد الشهير بالشيبة هدف. معانا دلوقتي على التليفون من دبي المهندس محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي في دبي. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا كابتن أسامة، أخبارك إيه؟ تمام والله الحمد لله. تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. طمنا بقى، قول لنا أخبار البعثة، بعثة براعم النادي الأهلي 2006 في دبي إيه؟ لا والله الحمد لله، يعني حتى الواحد مش عايز يسأل عليهم براعم، اللي هم يعني ما شاء الله عليهم كلهم فاتحين سنهم وقد الحدث والرجاله. تمام. وانا قلت لهم حتى يعني واحنا طالعين كله طالع بجديه، يعني سن 13 سنه بس، يعني ما فيش بينهم اللي هو طالعين مثلا باستهتار او بهزار، لا كله في جديه، في روح النادي الاهلي، في تحمل المسؤوليه. فهم ما شاء الله عليهم، يعني ان شاء الله يا رب يبدا يوم خير، يعني اول مباراه ليهم لعبوا كويس. النهارده كانت اول مباراه كانت مع الوحده الاماراتي وفاز النادي الاهلي 4-0 يا باشمهندس. مظبوط كده، صح كده. عندكم مباراه النهارده تاني صح الساعه 7 مساء؟ عندنا بالظبط النهارده مباراه تانيه، هي المجموعه كابتن اسامه 4 فرق، والنادي الاهلي ومعانا الاسباني وليفانتي الاسباني والوحده، واحنا عندنا تاني مباراه مع سيلتا فيجو النهارده الساعه 7 ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى لكم فيها التوفيق ان شاء الله. يعني براعم النادي الاهلي دول مستقبل النادي الاهلي. الاهداف بقى، الاهداف اهداف مجلس الاداره طبعا، اهداف قطاع الناشئين ان براعم صغيرين عندهم مثلا 12 سنه انهم يشتركوا في بطوله دوليه. دي يا باشمهندس صح، هو فعلا دي سياسه طبعا اداره النادي الاهلي وكابتن الخطيب، ان هو يدي الفرص لكل الفرق الناشئين عندنا، يعني هو عنده اهتمام كبير في القطاع الناشئين في مختلف الالعاب، ان هم دول مستقبل النادي. يعني احنا دايما لما بنيجي نرسم سياسه للالعاب الرياضيه في النادي الاهلي بنرسمها اكيد للفرق الحاليه، وبتبقى طبعا اهتمامك الاكبر باللي جاي وبالمستقبل. فبنحاول على قد ما نقدر نوفر الفرص والاحتكاك المناسب لكل الفرق، واعتقد البطوله دي هي في السن ده تعتبر هي الاقوى يعني. تمام. ومفيش التجميعه دي، يعني في 20 فريق من اقوى فرق العالم. ابرز الفرق المشاركه يا باشمهندس؟ في برشلونه، تشيلسي، ريال مدريد، يوفنتوس، في فرق قويه جدا مشاركه، وفي سانتوس البرازيلي. فطبعا يعني احتكاك اكيد هيكون قوي للفرقه وللولاد. حتى الفرق اللي هي يعني زي اللي معانا زي سيلتا فيجو او فانتي، فرق قويه جدا على يعني على مستوى الناشئين كمان. تمام. ان شاء الله يكون احتكاك كويس ليهم، وهو زي ما قلت لك هم واخدينها جد وبيلعبوا بروح النادي وبيلعبوا مع بعض كويس، ان شاء الله يعني يستفيدوا بيها باذن الله. اجتمعت مع اللعيبه يا باشمهندس؟ يا كابتن اسامه؟ اجتمعت مع اللعيبه مع براعم النادي الاهلي؟ احنا قعدنا. ابرز النصايح بقى. والله احنا قعدنا طبعا امبارح كان اول تمرين ليهم، احنا وصلنا امبارح فكانت اول تمرينه ليهم في نفس المكان في سبورت سيتي في دبي، وطبعا كان في كلمه مني وكلمه طبعا من الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، وطبعا كابتن جمال السيد معاهم طبعا في النواحي الفنيه. يعني كلنا كلمناهم بنفس المفهوم، وانا بالنسبه لي طبعا كان كل كلامي ليهم ان احنا جايين هنا بنمثل النادي الاهلي، احنا مش صغيرين، كلكم رجاله وكبار، وانا يعني شايف فيكم الروح دي وعلى وشوشكم الجديه من اول ما طلعنا على الطياره فعلا. فانا قلت لهم كل ده، وقلت لهم ان انا يعني منتظر منهم ان هم يلعبوا بروح النادي، ومنتظر منهم ان هم ما يبقاش في تكتيف، يعني هو
يلعبوا هم جايين البطوله يلعبوا لعب النادي الاهلي ويستمتعوا وفي نفس الوقت يحافظوا على اخلاقيات النادي، ما حدش يخش في يعني يبقى في روح رياضيه بينهم وبين الفريق اللي قدامهم يعني حتى لو حصل اي حاجه خارجه يتملكوا اعصابهم لانهم بيمثلوا اكبر نادي في مصر وافريقيا. ويعني كل كلامنا في كده والحمد لله هم النهارده لعبوا بروح ولعبوا كويس. بالرغم يعني ربنا يوفقهم طبعا ويرجعوا كاس البطوله ودي تبقى حاجه يعني حاجه كويسه جدا، حتى لو ما حصلهمش التوفيق فده في حد ذاته انهم يكونوا موجودين في حدث كبير مع فرق كبيره وعالميه، فده في حد ذاته برضه مكسب كبير لبراعم النادي الاهلي يا باشمهندس. بالظبط يا كابتن اسامه بالظبط، ويعني كمان ده يعني يعظم دايما اسمه مكانه النادي، النادي الاهلي يعني ما اتعملت بطوله زي كده ومنظمه بالدبي سبورتس كونسل منظمه من الاكاديميات الاسبانيه اللي موجوده هنا في بقياده او برئاسه هو سالجادو هو اللي ماسك الاكاديميات الاسبانيه اللي هنا. الحقيقه هو مع دبي سبورتس كونسل هم حرصوا ان هم يبعتوا دعوه للنادي الاهلي، يعني النادي المصري والافريقي الوحيد اللي مشارك او اللي ما بعتش له دعوه مع الفرق العالميه دي، فدي برضو بتعظم فعلا النادي الاهلي كبير في فريقه الاول وكبير بناشئيه وكبير باي حد بيمثله. تمام، دايما النادي الاهلي هيفضل كبير سواء بالفريق الاول او بكل فرق ناشئين، وبنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في بطوله دبي الوديه الدوليه يا باشمهندس. شكرا جزيلا للمهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي المشاركه في البطوله الدوليه الوديه في دبي. كاميرا الأشبال كانت مع براعم النادي الأهلي بداية وهم بيتحركوا من القاهرة والسفر إلى دبي. نشوف التقرير ده مع كابتن فتحي مبروك وكابتن جمال السيد وبعض اللاعبين. أشكر قناة الأهلي وأشكر العاملين في قناة الأهلي على الاهتمام الكبير فعلا ب فرقة 2006 اللي مسافرة دبي عشان في دورة دولية هناك، والدورة الدولية دي الحمد لله يمكن بتسمع على العالم العربي كله بالنسبة للنادي الأهلي انه مشترك في هذه البطولة. النادي الأهلي برضو بيدي رونق جميل لهذه البطولة لان في فرق كبيرة في برشلونة في يوفنتوس في فرق كبيرة فرق في الإمارات العربية المتحدة وفرق من السعودية. اتمنى ان احنا ان شاء الله نعمل حاجة كويسة في هذه البطولة لان الكابتن جمال السيد المشرف على فريق 2006 يمكن وكابتن احمد جمال، بس الكابتن احمد جمال اعتذر لظروف والده الصحيه ربنا يشفيه، فاتمنى ان شاء الله نعمل عروض كويسه ونعمل مباراه كويسه ونكسب هذه البطوله يعني ان عندنا لعيبه كويسه يعني ان شاء الله. انا اجتمعت مع اللعيبه يمكن اجتمعت مع اللعيبه امبارح واتكلمت معاهم وقلت لهم ان احنا عايزين نظهر مظهر كويس، مظهر فني، مظهر سلوكي، مظهر يقولك بالنادي الاهلي لان النادي الاهلي نادي بطولات دائما، واتمنى ان انتم يبقى عندكم دوافع البطوله من صغركم من يعني 2006 صغيرين بس عندهم دوافع البطوله. الحاجه الثانيه ممكن تبقى ناحيه تسويقيه على فكره اللعيبه الصغيره، يعني 2006 ده ممكن اي فرقه من الفرق الكبيره تشوف لعيب عندي مهاريا كويس وهايل واداء الفني راقي جدا ممكن نبتدي يعمل له عمليه معايشه حتى من دلوقتي ويبتدي يحط منظور على هذا الولد من دلوقتي. فاتمنى ان شاء الله اللعيبه اللي مسافرين كلهم يبقوا نجوم ويبقوا على مستوى المسؤوليه ان شاء الله. الحمد لله يمكن النادي الاهلي ليه اسم كويس، ليه اسم كويس في اوروبا في العالم العربي في افريقيا ليه اسم كويس. اتمنى من كل قلب ان يبقى في تامه فعلا لاي من الفرق الاوروبيه على اساس ان فرق النادي الاهلي تحتك بمدارس اوروبيه، ودي بتبقى حاجه كويسه للولد بدل ما بيبتدي يشتغل على دوري مناطق هنا ودوري براعم، لا ما يحتك في مستوى اعلى، الولد بيظهر فنيته اكتر، الولد بيحتك بمدارس، ودي بتديله يمكن نوعيه من النوعيات اللي هي ما يبقاش قلق بقى بعد كده في الدوري وفي دوري البراعم وهذه الامور كلها. اتمنى من اللعيبه احنا دلوقتي ماشيين اتمنى من اللعيبه ان هي تستوعب فعلا ان النادي الاهلي نادي بطوله. انا بحب اغرز من في الولاد الصغيرين دول النادي الاهلي نادي بطوله، طالما ارتديت التيشيرت الاحمر يبقى انت بطل ان شاء الله. يعني هو كابتن جمال اللي باخد تقارير منه بصفه مستمره، كابتن جمال السيد بيقول لي ان في لعيبه الحمد لله على مستوى المسؤوليه ولعيبه كويسين ولعيبه ان شاء الله ان شاء الله يبقوا دايما في قطاع الناشئين، يبتدوا بقى يخشوا مراحل قطاع الناشئين اللي جاي ان شاء الله يعني. واحنا يمكن مش عايز اقول لك في جول جالنا مواليد 2005 كابتن جمال لما شافه ضمناه لمواليد 2004 وبيبتدي يشتغل مع 2004 دلوقتي الحمد لله.
هي بطوله كويسه من البطولات الجيده جدا، احنا شفنا الفرق فيها طبعا وبتيجي دعوه كل السنه. السنه اللي فاتت اعتقد فريق 2005 اشترك فيها، السنه دي 2006. انا شفت الجدول طبعا بطوله قويه جدا، احنا في المجموعه تقريبا الرابعه، معانا اول مباراه مع الوحده الاماراتي، ثاني مباراه مع سيلتا فيجو، ثالث مباراه اعتقد مع ليفانتي. دي ليها نظام معين، البطوله دي بتخلص في 3 ايام، بيلعب ماتشين في اليوم كل المباريات، حتى في الادوار التصفيات النهائيه من دور 16 بتلعب دايما ماتشين في اليوم. فرقه قويه جدا، حتى في المجموعه الاولى في اليوفي اعتقد يوفنتوس، وفي تشيلسي في المجموعه الثانيه، والريال وبرشلونه، فرق كبيره. علاوه على الفرق طبعا من الامارات الوحده والعين والفرق الكبيره والنصر الامارات اعتقد برضو، في مجموعه من الفرق القويه، احتكاك قوي، مدارس كتير جدا ممكن نستفيد منها احنا كنادي اهلي، ونتفرج على المدارس دي واللعيبه والتطور اللي هم وصلوا له طبعا، بجانب ان هي بتبقى فيها منافسه شرسه، رغم ان هو سن صغير طبعا، يعني المفروض ان هو بيبقى مهرجانات زي ما متبع هنا في منطقه القاهره، ولكن هناك لازم الولاد بتوصل لمنافسه ان انت بتلعب فرق، وفرق اجنبيه وفرق عربيه اكيد، والنادي الاهلي طبعا اسمه كبير، وبتدخل اي بطوله لازم تنافس عليها ان شاء الله باذن الله. الرولز اللي بيجي لنا بالنسبه لنا هي القيد فيها 14 لعيب، اثنين حراس مرمى و12 لاعب، مع مجموعه متميزه طبعا فريق 2006. هو الفريق 2006 في مجموعه كبيره، مجموعه جيده، ولكن طبعا العدد اكبرنا ان احنا ناخد 14 لعيب، ان مش معنى ان اللعيبه ما راحتش، لا، كل اللعيبه كويسين عندنا ولعيبه متميزه ولعيبه جيده، ولكن طبعا احنا محكومين بعدد معين، فاضطرينا احنا ناخد الافضليه بالنسبه لنا من وجهه نظرنا طبعا كجهاز فني. في نفس الوقت ان معظم اللعيبه تقدر تلعب في مركزين او ثلاثه، لان احنا بنلعب ماتشين في اليوم، ماتشين في اليوم دي يعني فيها صعوبه شويه، دي يعني فيها اجهاد بالنسبه للولاد مش متعودين عليه، الحاجات دي كلها هنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل عمليه التدوير بشكل جيد بين ال 12 لعيب واثنين حراس مرمى، ونوصل طبعا للتشكيله باذن الله اللي تمثلنا بشكل جيد وتشرف النادي الاهلي وتشرف بلدنا. انا اسمي ياسين احمد العزبي، بلعب 2006، بلعب بلاي ميكر. ان شاء الله هنروح الدوره بتاعه دبي ونوعد جماهير الاهلي اللي احنا هناخدها ان شاء الله. انا مع صالح الاعلى محمد صلاح وبتريكه. انا اسمي عمر سرساوي، مواليد 2006، بلعب مهاجم، مركزي مهاجم، وان شاء الله مسافرين دبي هنمثل النادي الاهلي بصوره كويسه. امثل الاعلى محمد صلاح. انا اسمي اكرم علام، بلعب في النادي الاهلي، مواليد 2006، مركزي مدافع، وان شاء الله نمثل دبي، امثل النادي الاهلي في سفريه دبي بصوره كويسه ان شاء الله. مثل على فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول. انا اسمي محمد احمد سعد، بلعب في النادي الاهلي، مواليد 2006، مركزي مهاجم، وان شاء الله مسافرين دبي عشان نمثل النادي الاهلي بصوره كويسه يعني، ونرجع ونبعد جماهير النادي الاهلي، نرجع بالبطوله ان شاء الله. محمد صلاح وكريستيانو رونالدو. انا اسمي محمد صلاح، بلعب في النادي الاهلي، مركزي هاف رايت، وان شاء الله نمثل النادي الاهلي في سفريه دبي صوره كويسه. مثل على كابتن محمد صلاح. انا اسمي مصطفى اشرف محمود، بلعب نص ملعب، ان شاء الله مسافرين دبي هناخد البطوله ونرجع، وانا نفسي اطلع زي محمد صلاح. اسمي عمر زكريا اسماعيل، بلعب في نادي الاهلي 2006، وان شاء الله احنا رايحين دوره دبي ان شاء الله نأدي هناك كويس، وبعد كده ان شاء الله يعني نرجع بالبطوله ومبسوطين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يعني ابقى زي محمد صلاح ابو تريكه. اسمي مازن احمد، لاعب النادي الاهلي 2006، مركزه مدافع، وباذن الله نسافر دبي نقدم اداء كويس ان شاء الله، ونرجع بالبطوله ونشرف النادي الاهلي ومثل الاعلى راموس. اسمي عمر سعيد معوض، انا بلعب في النادي الاهلي، مواليد 2006، وان شاء الله احنا طالعين دوره دبي ان شاء الله نمثل فيها كويس، وان شاء الله نرجع بالبطوله. انا اسمي محمد شريف مصطفى، بلعب في 2006، مواليد 2006، في نادي الاهلي، وبلعب مركزي في الملعب مهاجم، وان شاء الله لما نسافر دبي نرجع بالبطوله ان شاء الله ومبسوطين. مساء الاعلى محمد صلاح. انا اسمي يوسف محمد الجمال، بلعب في نادي الاهلي فريق 2006، مركزي باك يمين، وان شاء الله هنروح بطوله دبي على اساس ان احنا نلعب للفريق الاهلي ونادي كويس ان شاء الله ونرجع مبسوطين ان شاء الله. مثلي الاعلى هو محمد صلاح وكريستيانو رونالدو. اسمي فتحي مصطفى فتحي، لاعب في النادي الاهلي، مواليد 2006، مركزي حارس مرمى، وان شاء الله نسافر لسفريه دبي ونظهر بصوره حلوه ونرجع بالبطوله. مثلي الاعلى تير شتيجن. هنروح دلوقتي لمباراة اليوم، الأهلي وحرس الحدود في بطولة الجمهورية مواليد 99، وهنستعرض مع حضراتكم أرقام وإحصائيات الفريقين الأهلي وحرس الحدود، هنستعرضها مع حضراتكم على الشاشة. النهاردة الأهلي وحرس الحدود دوري الجمهورية مواليد 99،
هنشوف دلوقتي ترتيب فرق مواليد 99. ترتيب الاسماعيلي في الصداره، لعب 20 مباراه، فاز في 13، تعادل في 5، خسر في ماتشين، ليه 46 هدف وعليه 26 في الصداره ب 44 نقطه. النادي الاهلي مواليد 99 في المركز الثاني، لعب 20 مباراه، فاز في 12 وتعادل 5 مباريات وخساره في 3 مباريات، ليه 44 هدف وعليه 22 هدف. في المركز الثاني متساوي مع امبي برصيد 41 هدف، امبي في المركز الثالث، مصر مقصه في المركز الرابع، الزمالك في المركز الخامس، نجوم اف سي في المركز السادس، السابع المقاولين العرب، الثامن الانتاج الحربي، التاسع المصري. هنستكمل مع حضراتكم دلوقتي بقيه ترتيب فرق مواليد 99. تاسع المصري، هنشوف المركز العاشر بيراميدز، ال 11 سموحه، ال 12 الاتحاد، ومباراه اليوم حرس الحدود في المركز ال 13، 14 طلائع الجيش، 15 وادي دجله، 16 بتروجيت و17 جونه، وفي المركز الاخير 18 فريق الداخليه. موقف الفريقين في جدول الدوري، في الاهلي في المركز الثاني لعب 20 مباراه، فوز في 12، تعادل في 5، خساره في 3 مباريات، ليه 44 هدف وعليه 22 هدف، في المركز الثاني برصيد 41 نقطه. المركز ال 13 حرس الحدود، لعب 20 مباراه، فوز في 5، تعادل في 7، خساره في 8 مباريات، ليه 25 هدف وعليه 31 هدف برصيد 22 نقطه. مشوار الاهلي في بطوله دوري الجمهوريه مواليد 99 في الدور الاول، الاهلي والاسماعيلي، خساره الاهلي في افتتاح الدوري 3-2 من الاسماعيلي، تعادل السلبي المصري والاهلي، فوز الاهلي على وادي دجله 2-1، فوز الاهلي في مباراه الدور الاول على حرس الحدود 4-1، فوز الاهلي على الانتاج الحربي 2-1، فوز الاهلي 1-0 على الداخليه، فوز الاهلي على الجونه 3-1، فوز فوز بيراميدز على الاهلي 2-1، بتروجيت والاهلي، فوز الاهلي 3-2، فوز الاهلي 4-2 على الاتحاد، فوز الاهلي على مصر مقصه 4-0، فوق تعادل الايجابي 2-2 بين الاهلي والنجوم، فوز الاهلي على انبي 2-0، فوز الاهلي على طلائع الجيش 1-0، فوز الاهلي على السموحه 3-1، تعادل السلبي الاهلي والمقاولين العرب، تعادل السلبي الزمالك والاهلي. الدور الثاني هزيمه الاهلي من الاسماعيلي 2-0، واكبر فوز للنادي الاهلي على المصري 7-0، والتعادل الايجابي في المباراه الاخيره مع وادي دجله 2-2. مشوار حرس الحدود، الانتاج الحربي خسر حرس الحدود من الانتاج الحربي 1-0، التعادل الايجابي بين حرس الحدود الداخليه 2-2، فوز حرس الحدود على الجونه 2-1، فوز الاهلي في مباراه الدور الاول على حرس الحدود 4-1، فوز حرس الحدود على بتروجيت 2-1، فوز الاتحاد على حرس الحدود 3-2، التعادل الايجابي 1-1، مصر مقصه حرس الحدود، فوز نجوم اف سي 2-1 على حرس الحدود، فوز انبي 4-0 على حرس الحدود. هنستكمل المشوار، حرس الحدود فوز على طلائع الجيش 2-1، سموحه وحرس الحدود 1-1، التعادل الايجابي، التعادل الايجابي ايضا بين حرس الحدود والمقاولين العرب، فوز الزمالك على حرس الحدود 3-1، تعادل ايجابي حرس الحدود والاسماعيلي 2-2، تعادل السلبي المصري وحرس الحدود 0-0، فوز حرس الحدود بنتيجه وادي دجله 4-0، بيراميدز وحرس الحدود التعادل الايجابي 2-2. الدور الثاني مشوار حرس الحدود، فوز حرس الحدود على الانتاج الحربي 1-0، فوز الداخليه على حرس الحدود 1-0، وفوز الجونه على حرس الحدود 1-0. احصائيات وارقام الاهلي، زي ما قلت لحضراتكم الاهلي لعب 20 مباراه، فاز في 12، تعادل في 5، هزيمه في 3 مباريات، ل 44 هدف وعليه 22 هدف. احصائيات وارقام حرس الحدود، لعب 20 مباراه، متساوي مع الاهلي في عدد المباريات، فاز في 5 مباريات، تعادل في 7 مباريات، هزيمه في 8 مباريات، ل 25 هدف وعليه 31 هدف. هدافه الاهلي مواليد 99 اللاعب صالح نصر برصيد 21 هدف، صالح نصر هو هداف المسابقه وهداف البطوله، وهيبقى النهارده معانا صالح نصر ان شاء الله يكون موجود في التشكيله الاساسيه من اللعيبه فعلا المميزه، فهد جمعه برصيد 6 اهداف، دول هدافه النادي الاهلي. هداف فريق حرس الحدود مواليد 99 اللاعب عبد الرحمن جمال برصيد 6 اهداف. ده كان معانا ابرز ارقام واحصائيات الفريقين الاهلي وحرس الحدود في بطوله الجمهوريه مواليد 99. عايز برضه اقول لحضراتكم اعرفكم بجهاز الفني للنادي الاهلي، في القياده الفنيه مدير فني كابتن مدحت طه اسماعيل مدير الفني، اسحاق اول مدرب عام، كابتن احمد عبد الظاهر مدرب، كابتن خالد حسن
مدرب حراس المرمى، كابتن صابر سنادة إداري، والدكتور أسامة مصطفى طبيب الفريق، والكابتن أحمد عبد الخالق أخصائي العلاج الطبيعي. هنروح دلوقتي بقى لحضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل أستقبل ضيوفي اللي دايما بيشرفوني في ملعب الأشبال، الكابتن محمد حشيش والكابتن أحمد بلال. ايتو تايمينج افضل من راي، يلعبها فخر ارضيه، جول 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 جوه جول، هدف التعادل للنادي الاهلي. محمد فخري اول اهدافه هذا الموسم بقميص النادي الاهلي، وركله حره خدعت الدنيا كلها، خدع حارس المرمى، حطها في تحت الحائط البشري على الارض في الزاويه اليمنى لفخري. فخري يلعب العرضيه، يعلق عرضيه، يا ولد يا ولد يا ولد، بركات، اوعى اوعى بركات. الزئبقي الزئبقي صالح نصر، صالح نصر يضع هدف للنادي الاهلي، هدف ثاني للنادي الاهلي. طرق زياد واحد والثاني زياد، زياد العرضيه قويه، صالح يا ولد يا ولد، جول 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 جول، الهدف الثالث للنادي الاهلي، يغرد الزئبقي صالح نصر بالهدف، الهدف الثالث للنادي الاهلي. الموال والروايه والحكايه فين يا رجاله؟ مش ممكن يا احمد، ادي مره ثانيه اتلعبت، وادي صالح، جول 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 جول، جوه جول، وهدف التعادل للنادي الاهلي عن طريق الهداف اللاعب صالح نصر. لعبت العرضية ويقابلها صالح بضربة رأس، عدى صالح، صالح صالح صلح خطأك، عرضية، جول جوه جول، أحمد تامر، هدف تاني للنادي الأهلي، أحمد تامر يحرز الهدف الثاني. محمد شكري يلعب ويعلق، يا ولد يا ولد، جول 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 جول، جوه جول، فهد جمعه، هو هو فهد، ربنا يخلي جمعه، اللاعب فهد جمعه، يا ولد يا ولد يا ولد يا فهد، هدف يطلع زي الفهد، فهد جمعه، ويضع هدف اول للنادي الاهلي من راس. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بضيوفي دايما اللي بيشرفوني في ملعب الاشبال، كابتن محمد حشيش، مشرفنا منورنا كابتن حشيش. شكرا، صباح الفل. صباح الجمال. وايضا ضيفي دايما اللي بيشرفني وبنستمتع دايما بتحليلاته في ملعب الاشبال، كابتن احمد بلال، منورنا ومشرفنا كابتن بلال. ازيك يا استاذ، اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. عايز اخد رايكم بقى النهارده، النادي الاهلي 2006 سافروا بطوله دوليه وديه في دبي، زي ما مجلس الاداره والنادي الاهلي بيهتم بالفريق الاول، بيهتم بكل فريق الناشئين، النهارده عندنا اهتمام من نوع اخر، هو فريق البراعم 2006. صحيح. النهارده فازوا على الوحده الامارات 4-0، عندهم مباراه ثانيه ان شاء الله 7 مساء مع سيلتا فيجو. عايز اعرف رايكم بقى كابتن بلال، كابتن حشيش، يعني في الحدث ده النهارده. يعني قبل طبعا ما اقول رايي برجع ثاني واكرر شكري ليك على انك وعدت الناس ان انت تذيع مباريات لاعمار مختلفه. تمام. بدانا بال 97 استوديو، بدأنا بعد كده دخلنا في 2001 يا بلال مرتين، النهارده بنخش على 99، وان شاء الله باذن الله في الاثنين 2002 مع الزمالك. فيعني الناس برضو بتشكرك على انك اهتميت وبتحاول تغطي القطاع كله. تمام. 2006 طبعا اولاد النادي الاهلي مميزين في السن ده. انا عارفهم على وجه الخصوص، لان احنا عاملين القوام الاساسي بتاع منتخب القاهره بتاعنا 2006، هم من لعيبه النادي الاهلي، وفيهم لعيبه مميزه جدا جدا، يمكن نخص بالذكر طبعا عمر ابن سيد معوض، لعيب كويس جدا، باك ليفت، يعني عارف ما تحس كده بلال انه ايه، قطعت من سيد معوض حته وحطيتها في ناحيه الشمال، نفس طريقته ونفس ستايله وجريته، بس على احرف بقى، بس يعني ما يكونش نفس كروستاتو بس. ان شاء الله يبقى يعني لعيب واعد. وانت بتتكلم يا كابتن حشيش، ده التسخين دلوقتي الفريق النادي الاهلي بيسخنه في ملعب المباراه. اتفضل. بنتمنى طبعا لفريق النادي الاهلي 2006 في دوري دبي ان هو يعني شرفنا باذن الله، والنهارده عنده ماتش صعب النهارده بالليل. فيعني نتمنى، لو هو طبعا لو كسبه هيبقى قطع شوط كبير في ان شاء الله في البطوله. يعني كابتن بلال، انا شايف
يعني اشراك او اشتراك النادي الاهلي في بطوله دوليه باعمار سنه 12 سنه بغض النظر عن النتائج ده مكسب كبير. اكيد طبعا الاحتكاك دايما يا اسامه بيولد الخبره وبيعرفك انت واقف فين حتى عالميا يعني فاهم قصدي؟ يعني انت النهارده لما تلعب بطوله زي دي فيها مثلا فيها فرق من فرنسا وفيها فرق من انجلترا وفيها فرق من اوروبا بشكل عام يعني وعندك فرق برضو من اسيا من دبي او يعني من الامارات او تمام دي بتبقى خد بالك بتوقفك انت فين في الكور يعني وحتى في المراحل السنيه الصغيره تمام. البطوله دي انا اشتركت فيها انا لعبت فيها سنه 96 بس كنا ساعتها 16 سنه خدت هدف البطوله كنت هدف البطوله انا دي وكان مع كابتن خالد جد الله يعني وكان كابتن مش شربيني مدير القطاع كنا برضو لعبنا باريس سان جيرمان ولعبنا الترجي التونسي ولعبنا بارما ولعبنا الوحده الاماراتي لعبنا فرق كتيره يعني فالبطوله دي خد بالك بطوله حلوه جدا حلوه كمان عشان حتى كمان المدربين بتوعنا يعني المسؤولين عن قطاع الناشئين يعرفوا احنا النادي الاهلي وصل لحد فين عالميا امكانياتنا بقت ايه اللي ناقصنا هل في فروق بيننا وبين اوروبا ولا ممكن يكون احنا اعلى منهم في المستوى يعني احنا دايما في البطولات اللي زي دي يا اسامه في السن الصغير دايما اللاعب المصري الموهبه بتاعته بتفرض نفسها تمام. على فرق كتيره جدا حتى فرق اوروبا يعني انت مثلا لما تبقى وانت لعبت الكلام ده يا اسامه ولعبت منتخبات وعارف ولعبت نادي اهلي ومع فرق كتيره اوروبيه وعارف انك انت في مرحله الناشئين لحد 16 سنه بتبقى انت متفوق بشكل كبير جدا بتعدي 16 سنه بيحصل الخلل ايه الخلل مش عارفين فين ولكن النادي الاهلي طبعا فكره جيده انه فرقه يعني عندها 12 سنه تروح وتشترك وتشوف وتاخد تجربه اتمنى الكلام ده يتعمم على كل مستويات الناشئين يا كابتن انت خلاص انت بقيت تشتغل عالميا ما بقتش تشتغل بس مصري فقط انت التارجت بتاعك السنه اللي فاتت اكبر من المحليه تكمله كلامك 2002 سافروا السنه اللي فاتت دوروا في الامارات و2005 سافروا السنه يعني الحقيقه كل سنه من السنه اللي فاتت السنه دي قطاع الناشئين بيطلع تكمله الكلام كابتن حشيش كابتن بلال معانا يعني تقرير من موقع كبير من يعني بيعلقوا على رضا المصريه او لهم تقارير موقع في الجول كاتب النهارده تحقيق في الجول كيف تحول قطاع الناشئين في الاهلي من الانهيار الى التفوق صحيح. فعلا قطاع الناشئين في النادي الاهلي ملاحظ او ملحوظ ان في طفره السنه دي صحيح. طفره مش في فرقه واحده لا ما شاء الله في كل الفرق وده ظاهر كمان في النتائج ظاهر كمان في الدعم ظاهر كمان في الصفقات اللي عقدها النادي الاهلي انت مش ماشي في اتجاه الفريق الاول بس لا ده انت ماشي كمان في اتجاه قطاع الناشئين ودي سياسه كمان جيده وبيتكلموا داخل التقرير عن استراحه الناشئين بيتكلموا عن المعارين اللي تم عارضتهم وكسبهم خبرات زي عمار حمدي زي محمد منعم كريم يحيى احمد حمدي احمد ياسر ريان كل العناصر دي اللي طلعت كمان تكتسب خبرات في مسابقه الدوري الممتاز انا عايز اقول لك طبعا يعني انا محتك بقطاع الناشئين في النادي الاهلي كتير وعلى مدار السنين اللي فاتت يا بلال كان في مشاكل كتيره موجوده في القطاع وكانت بتوصلني طبعا لمنطقه القاهره من خلال طبعا بطولاتنا سواء المهرجانات للبراعم او للمسابقات مش عايز اقول لك ان احنا وصلنا لفتره من فترات النادي الاهلي ومش عيب ان انا اقول كده ان الموضوع ده اتصلح موضوع اللبس حتى بتاع اللعيبه وما كانش فيه حتى ارقام للعيبه النادي الاهلي كان اولياء الامور بتعمل الارقام على حسابها الوضع اتغير فعلا في قطاع الناشئين حصل نهضه في قطاع الناشئين بالنسبه طبعا لللبس للاستراحه بقت على اعلى مستوى كان فيه شكاوى كتير بالنسبه لها كذلك النتائج قبلها للسنين اللي فاتت السنه اللي فاتت والقبل اللي فاتت قطاع الناشئين في النادي الاهلي اللي طول عمره وانت طبعا من قطاع الناشئين وعارف كان بيحصد كل البطولات تقريبا كل البطولات مستحوذ على كل البطولات تمام السنه اللي قبل اللي فاتت بتاخد بطوله بتاخد اثنين كذلك والحته اللي انا كمان عايز انوه عليها النواحي الاداريه تمام النواحي الاداريه كان فيها خلل وكان في بعض المشاكل اللي صادفت النادي الاهلي بالنسبه لقيد اللعيبه والكلام ده الكلام ده كله الحمد لله السنه دي انا متابع وحاجات كثيره اتصلحت فانا طبعا بحيي مجلس الاداره على الاهتمام الكبير بقطاع الناشئين اللي هو الاساس زي ما قلنا المرات اللي فاتت ان انت بدل ما بتروح تشتري لعيب بارقام دلوقتي الارقام كمان بقت سقفها بقى عالي قوي يا بلال دلوقتي انت لازم تهتم بقطاع الناشئين بترصد ميزانيه كويسه ليه تمام. بتطلع منه يعني بيعتبر منجم ذهب لو استغلته استغلال كويس واحنا شفنا تاثيره الفتره اللي فاتت في اعارات اللعيبه اللي شايفينها بتتالق في الانديه الثانيه لو كمان اللعيبه كابتن بلال اللي موجوده كمان في النادي الاهلي وبيلعبوا مع الفريق الاول كنا بنتكلم عن مباراه سيمبا اللي كانت في القاهره
عدينا اللعيبه اللي موجوده من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وصلوا لتسعه، شريف اكرامي، محمد الشناوي، محمد هاني، هشام محمد، محمد هاني، سعد سمير، ايمن اشرف، حسام عاشور، يعني عدد كبير وكان مشارك في المباراه. صحيح. عايز اروح لمباراه النهارده بلال، وعايز اسمع يعني رايك في الاحصائيات. النادي الاهلي لعب 20 مباراه، فاز في 12، تعادل في 5 مباريات، هزيمه في 3 مباريات، ل 44 هدف عليه 22 هدف. النادي الاهلي في المركز الثاني، احنا يعني احنا قلنا هنستعرض لكل فرق الناشئين، مش هنجيب المركز الاول بس، لا احنا برضو حتى رغم ان النادي الاهلي النهارده في المركز الثاني بفارق مثلا 3 نقاط عن الاسماعيلي المتصدر اللي 44 نقطه، النادي الاهلي 41 نقطه، لكن النهارده بنذيع مباراه لمواليد 99. اه طبعا، يمكن دي من الحاجات الايجابيه، ان انت دايما عايز تعرف الناس ان كل القطاعات اللي موجوده عندك واقفين فين، احنا النهارده فين، يعني فين 18 سنه 19 سنه 20 سنه 14 15 12 سنه، انت بتعرف كل الناس انت النادي الاهلي واقف فين. كمان لما تحط سبوت على كل الفرق يا اسامه، بتدي بتعلي الحافز عند المدربين، بتعلي الحافز عند اللعيبه. النهارده ما فيش حد هيقول لك لا ده فرقه بس 18 سنه اللي بتزعلها ماتشات عشان دي الاقرب للفريق الاول، لا النهارده في 19 في 20 في 16 في بعد كده هيبقى في 15. تمام. انت لما تزعل الماتشات اللي زي كده بتدي الرغبه وبتدي الحماس وبتخلي الناس كلها يعني متاهبه وبتخلي الاستعداد يبقى اكبر بكتير جدا. اي نعم انت النادي الاهلي وانت مطالب بكل البطولات، لان ده وضعك الطبيعي، انت النادي لما بيخش بطوله عايز ياخد البطوله جدا، لكن انت عندك تارجت اهم من البطوله في قطاع الناشئين، هو انك تطلع الفريق الاول، هتودي مين للفريق الاول. تمام. انت نهايه السيزون بتحط، وانت بتحط الليسته بتاعتك او بتحط انت الريبورت بتاعك، بتقول والله 1 2 3 ممكن امكانياتهم تستطيع انهم يستطيعوا انهم يلعبوا في الفريق الاول ولا لا، هي دي ده الملخص بتاع قطاع الناشئين كله. انت بتدور ازاي هتصعد مين للفريق الاول، بتدور على مين الشخصيه بتاعته تتناسب مع الفريق الاول، امكانياته الفنيه وامكانياته كمان الشخصيه، انت مش بس بتدور على حد فني بس، لان احنا قبل كده عندنا تجارب كتيره جدا، فنيات عاليه جدا، لكن شخصيه لا ما هي بقى تسمحش. الاجواء اللي احنا بنعملها النهارده في قناه النادي الاهلي واستوديو ملعب الاشبال وتحليل، ده على ما اعتقد يعني بيحط اللعيب في اجواء الفريق الاول، فالنهارده انت بتحط اللاعب ومن صوره في اجواء الفريق الاول. خد بالك انت بتعمل اسامه زي ما سيبك تتكلم النقطه دي يا كابتن بلال، هنروح بس للملعب مراسلنا محمد توفيق من ارض الملعب، اتفضل يا توفيق. اهلا بيك كابتن اسامه، برحب بحضرتك ضيوفك الكرام كباتن مصر كابتن محمد حشيش وكابتن احمد بلال، وجوله جديده من جولات القاء الضوء واكتشاف المواهب في ملاعب كره القدم المصريه. مباراه اليوم بين النادي الاهلي وحرس الحدود في اطار مباراه الاسبوع الحادي والعشرين ضمن منافسات دوري الجمهوريه مواليد 1999. النادي الاهلي بيدخل مباراه النهارده وهو في المركز الثاني برصيد 41 نقطه، جمعهم من 12 فوز وخمس تداولات وثلاث هزائم ل 44 هدف وعليه 22 هدف، بينما حرس الحدود بيدخل مباراه اليوم في المركز الثالث عشر عنده 22 نقطة، جابهم من 5 فوز 7 تعادلات 8 هزائم له 25 هدف وعليه 31 هدف. كان في تخوف قبل المباراة كابتن أسامة من الأحوال الجوية، إن الجو النهاردة فيه رياح شديدة شوية، لكن الحمد لله إلى الآن الشمس طالعة بشكل كويس والجو أكثر من رائع، في بعض الرياح لكن أعتقد إنها لن تؤثر على سير المباراة لأنها جاية في اتجاه غير اتجاه المرميين. فالحمد لله ده ان شاء الله يعني يبشر ان احنا هنشوف مباراه كويسه نتمتع بيها في الملعب بين اللاعبين وكمان المشاهدين على شاشه التلفزيون. للحديث بشكل اكبر يا كابتن عن النواحي الفنيه، معايا كابتن احمد عبد الظاهر مدرب فريق النادي الاهلي وكابتن بدران علي المدير الفني لحرس الحدود. يعني هنستاذن كابتن عبد الظاهر نبدا بكابتن بدران مدرب الفريق الضيف النهارده. يعني كابتن بدران، يعني برحب بحضرتك في البدايه، شايف المباراه ازاي النهارده وعديت لها ازاي وقلت لعيبتك النهارده قبل المباراه؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، بحب اشكر النادي الاهلي على استقباله لينا، بصراحه الناس استقبال رائع وكالعاده يعني ده النادي الاهلي حاجه مش جديده عليه. الحمد لله النهارده استعدينا كويس للماتش بدايه من الاسبوع، بعد نهايه الاسبوع اللي فات ده حصل لنا دروب كده كان غير متوقع خالص، هزيمه من نادي الجونه، وده نتيجه ان احنا كان عندنا اصابات كتير وغيابات كتير. فالحمد لله بدانا نركز الاسبوع وتمرنا بشكل جدي، لان احنا عارفين النهارده بنلعب تاني الدوري وفرق بتنافس مع النادي الاسماعيلي، وان شاء الله النهارده اللعيبه متحضره كويس ويكون يوم كويس النهارده ونشوف ماتش ليق بينا وبالنادي الاهلي باذن الله. ايه اللي قلته لحضرتك النهارده للعيبه؟ يمكن عليكم ضغط النهارده، المباراه مذاعه وامام النادي الاهلي في ملعبه، ايه اهم الحاجات اللي كنت حريص انك تقولها للعيبه قبل المباراه؟ والله احنا كلمنا اللعيبه، يعني الكابتن محمد حليم رئيس القطاع قعد مع اللعيبه وقعدنا احنا كجهاز مع اللعيبه، ان احنا برده ما يبقاش عندهم رهبه ان الماتش يذاع على الهواء مباشره، وان هو يعرف اللعيب ان هو الماتش هيتذاع فيبدا يتوتر. فاحنا قعدنا معاهم عملنا جلسات كتير معاهم ان ده موضوع طبيعي وعادي، بل بالعكس ده يعتبر حافز ليك، وان شاء الله والحمد لله الحته دي مش شايفينها عندهم حتى في التسخين، وان شاء الله ربنا يكرم النهارده يكونوا مركزين ويكونوا قد المسؤوليه النهارده باذن الله، يعني لان احنا بنلعب فرقه مش هينه طبعا النادي الاهلي والحمد لله. شكرا كابتن، اتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. خلي
كابتن اسامه على الجنب الاخر معاه كابتن احمد عبد الظاهر مدرب فريق النادي الاهلي مواليد 99. يعني كابتن عبد الظاهر برحب بحضرتك في البدايه، يعني كلمنا النهارده على المباراه، يمكن المباراه بدل الضغط عندكم ضغطين النهارده، ضغط اذاعه المباراه على الهواء وضغط مواصله السير ومواصله الانتصارات واللعب على المركز الاول. اهلا بيك يا محمد، سلامي طبعا لكابتن اسامه وضيوفه الموجودين كابتن حشيش وكابتن بلال. طبعا احنا يعني بننافس من اول الموسم على البطوله، ماشيين بشكل كويس. يمكن فريق 99 السنين اللي فاتت ما كانش بينافس بقوه قوي في البطوله بتاعته، لكن الحمد لله السنه دي ماشي كويس وبخطه ثابته. يمكن احنا كنا متصدرين لحد يمكن ماتش او ماتشين، حصل لنا دروب كده تعادلين، هم دول اللي خلوا فريق الاسماعيلي يعني يعلى علينا في البناط. طبعا احنا هدفنا دلوقتي الفتره اللي جايه ان احنا نفضل يعني نلعب كل ماتشاتنا على المكسب، ان احنا نفضل ضاغطين ومتواجدين بغض النظر عن اي نتيجه للفرق اللي بتنافس معانا. يعني طبعا احنا اتكلمنا مع الولاد في النقطه دي، ان اي فريق بيجي يلعب النادي الاهلي بيطلع كل امكانياته وكل طاقته، خاصه ان هو بيلعب فريق النادي، يعني فريق النادي الاهلي في ملعبه. فحتى لو الفريق مستواه مثلا بيبقى 60% 70%، لا ماتش الاهلي بتلاقيه 90% و95%. فاذا ما كناش احنا هنقابل ده بنفس القوه وبنفس الحماس هنلاقي الماتشات صعبه يعني. فان شاء الله الولاد مركزين النهارده ويعملوا ماتش كويس ان شاء الله يعني. كابتن احمد بتتعاملوا مع الضغوط ازاي؟ يعني النهارده كمان زي ما قلت لحضرتك في السؤال الاول، يعني الضغط مضاعف النهارده، ضغط اذاعه المباراه على الهواء والناس كلها شايفاها لفريق 99، وضغط كمان المنافسه مع النادي الاسماعيلي وتفوق على النادي الاهلي بثلاث نقط. يعني الضغط ده اتكلمتوا مع اللعيبه ازاي وتعاملتوا معاه ازاي قبل المباراه؟ زي ما بقول لك يعني هو احنا فهمنا اللعيبه ان احنا ما نبصش لاي ظروف حوالينا، لا احنا نركز في ماتشنا بس، نركز في في في, في النتيجه بتاعه الماتش بتاعنا بغض النظر عن اي نتيجه ثانيه. الماتش مذاع او مش مذاع ده طبعا يعني ممكن يكون ده حافز للولاد ان هم يطلعوا كل اللي عندهم ويبدعوا. نتمنى طبعا ده كده النهارده وربنا يوفقهم ان شاء الله يعني. ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن وان شاء الله موفقين. شكرا، ميرسي جدا كابتن اسامه. دي كانت الاجواء عندنا هنا في مدينه النصر من فرع النادي الاهلي، وكانت اللقاءات والكلام في المراحل الفنيه من الجانبين، والعوده ليك وكل جديد هنبقى معاك ان شاء الله. شكرا لمراسلنا محمد توفيق. هستعرض مع حضراتكم برضو يعني تشكيل النادي الاهلي، هنستعرضه على الشاشه دلوقتي عشان نعرف التشكيله اللي بدا بها كابتن مدحت طه لمباراه اليوم الاهلي وحرس الحدود لما يجهزوا بيها. كابتن بلال كان عندك تعليق. عايز اقول بص احنا زي ما انت قلت يا اسامه حاجه مهمه جدا، حته الضغط، انك تعود اللعيب على الضغط الموجود، تعود اللعيب ان هو ازاي يلعب تحت ضغط، تعود اللعيب ان يلعب في الاجواء دي عشان لما يطلع في الفريق الاول يبقى عنده ستابيليتي، عنده برده عنده بالانس، عنده توازن. النهارده برشلونه وريال مدريد الماتشات بتاعه الفرق الناشئين بتوعهم دايما بيعرضوها في التلفزيون. طيب عشان نزلوا لنا دلوقتي تشكيل النادي الاهلي في حراسه المرمى، رمضان محمد رمضان، خط الظهر من اليمين الشمال ابراهيم السيد، علاء الشربيني، محمد مغربي، باك ليفت ضياء وحيد، اثنين في وسط الملعب احمد السيد ومحمد نصير، ثلاثه تحت المهاجم محمد احمد ومحمد شكري وصالح نصر هداف البطوله، وفي الامام فهد جمعه. تشكيل حرس الحدود مختار اشرف في حراسه المرمى، خط الظهر احمد فؤاد، عبده هشام، بلال محمد، محمود عبد الشافي، احمد ضاحي وسمير محب وحامد خالد، عبده جمال وامير سعيد ومحمد ممدوح. دي تشكيله الاهلي وتشكيل حرس الحدود اللي ابتدوا لقاء. اتفضل كابتن بلال. فالنهارده احنا بنشوف برشلونه وريال مدريد بيذيعوا ماتشات الفرق بتاعتهم، احنا بنتفرج عليها، نجيب قناه برشلونه مثلا او ريال مدريد بيذيعوا الماتشات بتاعت الناشئين بتوعهم عشان يحطهم تحت الاجواء دي. اللعيبه كمان يبقى عندها استعداد نفسي يا اسامه، لان احنا يعني لو تفتكر معانا من ماتشين ثلاثه كابتن قلنا كنا بنذيع لفرقه تقريبا 18 سنه بالظبط. فكنا اول ماتش بالنسبه لهم اللي هو كان ماتش المقاولين الضغط نفسي موجود، لعيبه لعيبه اول مره تلعب في الاجواء دي، لعيبه عارفه ان الناس بتتفرج عليها، فاللعيبه مضغوطه نفسيا. تاني مباراه الموضوع اختلف تماما، تاني مباراه من اول المباراه لعيبه خلاص الضغط مش موجود. احمد سراج اشتغل على الحته دي، الشغل النفسي، وده بقى شيء مطلوب من المدير الفني، اشتغل على الحته دي، اشتغل عليها بشكل جيد جدا. اللعيبه كمان خرجت من اجواء الضغط اللي كانت موجوده، ابتدينا نشوف لعب كويس، ابتدينا نشوف تحرر بشكل كبير، لان خد بالك يعني 50% من اداء اللعيب كره القدم في الملعب هو اداء نفسي. لو نفسيا متزن، لو ما عندوش ضغوطات، هتلاقي اللاعب بيعمل كل حاجه في الملعب. لو عنده ضغوطات ونفسيا يعني في ضغط عليه، هتلاقي في الامور بتختلف تماما. فالنهارده عشان تعود اللعيب على الحته دي من هو عنده 16 سنه او 17 سنه، هيطلع الدرجه الاولى هيبقى عنده اتزان، ما عندوش مشكله. تمام. خلاص انا خدت على الاجواء دي، عشتها مره واثنين وثلاثه واربعه، خلاص ما بقتش جديده بالنسبه لي. هيبقى في ضغط جماهير بعد كده، بس مش هيبقى في ضغط جماهير في المدرج وضغط
الرهبه في التلفزيون الرهبه راحت بالظبط، هيبقى بس الجمهور سبورت بالنسبه لك، مش عامل ضغط، مش انت بقى مش مضغوط النهارده في البيت مين بيتفرج عليا، الناس بتتفرج، ناس هتقول ايه، الناس التعليقات بتاعتها، الكومنتس اللي هتبقى موجوده، هل الناس هتلومني لو ضيعت الحاجات دي، لما بيشتغل وهو صغير في الناشئين بتفرق معاه بشكل كويس، بشكل كبير في الفريق. انا عايز اقول لك كمان يا اسامه، يعني انطباع الولاد في القطاع، اول ما بدانا ب 97 قال لك بس هم بس قناه الاهلي، فريق الشباب الاهلي قناه يعني هيهتموا بفريق الشباب ال 97 علشان ده اللي قريب من الدرجه الاولى وعشان اهتمام. بعد كده لقوا 2001 فقالوا لا ما هو 2001 عشان 2001 ماشي كويس والاول ولهم منتخب مصر بتاع كابتن ربيع فهم هيذيعوا. النهارده لا، النهارده بنذيع 99 فريق ملوش يعني بطوله في كبطوله يعني دوليه، انما بنذيع له النهارده ان شاء الله باذن الله كمان مش هنكتفي بس كمان بالجمهوريه، لا ده احنا ان شاء الله باذن الله في كمان 2002 ده قطاعات، يعني اذا التغطيه لكل، فدي بتدي اهتمام للناس كلها. لا قناه الاهلي المسؤولين على النادي الاهلي بيهتموا بكل الفرق، ومفيش فرق بين فرقه او فرقه تانية، فرقه لها بطوله فرقه ما لهاش بطوله. النهارده احنا بنذيع اهو الفرقه النادي الاهلي ال 99 ده تاني مش اول، وبرغم كده ان احنا وخلي بالك ده ممكن النهارده ان احنا بنذيع لهم المباراه ممكن يبقى يكون حافز ليهم طبعا. النهارده شد حيلي وان انا بصدر المسابقه صح. خاصه النهارده الاسماعيلي عنده مباراه قويه ممكن مع مصر المقاصه، خلي بالك برضه اسامة ال 99 انت بتتكلم على 19 20 سنه يعني برضه ده عينه على الدرجه الاولى وفرصه خلاص بتقرب، فيهمه برضو الناس انها تشوفه دايركت فرق يعني جهاز النادي الاهلي والناس سواء الجهاز او الجمهور يبقى عارفين وحاطين عينيهم على اللعيبه ان شاء الله المميزه، فدي برضو تديهم حافز. كابتن بلال وانا كنت بعرض تشكيل النادي الاهلي وبشوف الاحماد دلوقتي محمد مغربي المساك اللي احنا كنا اتكلمنا عنه وقلنا من الموزه في التشكيله الاساسيه النهارده مغربي مواليد 2001 والنهارده موجود مع بطوله 99 مع سن اكبر وبيشارك وموجود اساسي النهارده، عمليه التصعيد دي بالظبط الاعداد انك بتعد لعيب للدرجه الاولى هي دي الفكره وده اللي اتكلمنا عليه من شويه، مين هيصلح يبقى موجود فوق يا كابتن؟ صحيح هجربه في 99 هجربه في 8 هجربه في مثلا في 97 ممكن يبقى موجود، هو اصلا لعيب 2001 لعيب صغير في السن صحيح. هخليه خلاص هو يعني على وشك او على ابواب الفريق الاول صحيح. فالنهارده فرصه بالنسبه للمديرين الفنيين، خد بالك وده لازم ده اصلا مطلوب من المديرين الفنيين يبقى في لينك ما بينهم يا كابتن، في كونتاكت ما بينهم، مين اللعيب الجيد، مين اللي احنا شايفينه وكمان بيقود الحته دي، ممكن يعني الطبيعي جدا كابتن فتحي مبروك هو اللي بيقود الحته دي، هو اللي بيعمل اللينك ده يا جماعه، مين اللي احنا هنحط عينين عليه عشان خاطر ده نؤهله للدرجه الاولى آه. ده ممكن يكون لعيب من اللعيبه اللي بتتاهل للدرجه الاولى وضع طبيعي، لكن انت النهارده مدير قناه ناشئين يا جماعه بص عندنا 3-4 لعيبه ممكن نحطهم في مسابقه اكبر منهم عشان نشوف امكانيات اللعيبه دي في السن الاكبر تمام. هل دول ممكن يقدروا يستطيعوا ولا لا؟ خلي وبالتالي بالك برضو وانت واحنا بنتكلم عن محمد مغربي في محمد نصير معانا بيلعب مع شباب النادي الاهلي مع فريق 97 وهو مواليد 99 طبعا. عندنا فهد جمعه برضو بيشارك مع 97، عندنا صالح نصر بيلعب دايما مع 97 وهو هداف المسابقه صح. فالنهارده مطالب عمليه التصعيد بيبلغوني دلوقتي عاجل حكام المباراه لم يصلوا حتى الان الى ملعب المباراه، دي مشكله يعني النهارده انت بتتكلم الساعه 2:30 الى 5 باقي 5 دقائق ممكن نعرف بس القاهره برضو ولا ايه نقدر حكام المباراه النهارده عشان برضو يعني نقولهم الكابتن خالد جمال الغندور ده نجل الكابتن جمال غندور حكم ساحه 25 سنه محاسب، عندنا الكابتن احمد عبد الغني حكم مساعد اول 28 سنه مدرس تربيه رياضيه، عندنا الكابتن بهاء هشام حكم مساعد ثاني 25 سنه طبيب بشري، لحد دلوقتي بيبلغوني دلوقتي في الاعداد بيقول ان الحكام لم يصلوا حتى الان الى ملعب المباراه. طب خليك تحشيش دم تليفون كده لسام الحكام كلهم لم يصلوا الى ملعب المباراه. طب نعمل نشوف نطلع فصل خليك انا بس عايز اسال سؤال يا سام بعد اذنك يا ترى احنا مطولين ليه؟ انا شايف الكابتن اكرامي في المباراه ممكن الكابتن اكرامي يحكم؟ يحكم هو لابس ثوب التحكيم بس هو قاعد كده لابس ثوب التحكيم عايز بس اسال سؤال يا اسامه ترى احنا يعني الحكام مش موجود ليه بتلعب مسابقه جمهوريه ومسابقه محليه
ومسابقه مش عارف قطاعات. ليه 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 ما فيش توحيد للمسابقات عشان الفرقه كلها تبقى قويه؟ يعني السنه دي ممكن يقول لك السنه دي معلش انا اسف يا سامح، السنه دي يقول لك ايه هنلعب دوري مثلا اللي هو دوري القاهره كده وحاجه زي كده منطقه والسنه الجايه يقول لك ايه احنا هنخليه بقى ايه عشان عنده منتخب هنخليه بعد كده جمهوريه. ليه التفتت ده يعني؟ ليه التغير ده؟ بص هم بيبصوا لل هم انت واحد منهم عشان ما تقولش هم بس يا كابتن بس لا بس بيجينا طبعا تعليمات ومدير فني طبعا اتحاد الكوره والمسؤولين بيختاروا طبعا الفرق اللي هي لها بطولات. طب يا كابتن هشام بلغوني ان الحكام المساعدين وصلوا كابتن احمد عبد الغني والكابتن بهاء هشام لكن حكم الساحه لسه ما جاش كابتن خالد جمال غندور. طب لو ما جاش ينفع واحد من الاثنين يحكم؟ لا دي بقى حسب اللوائح دي هنشوفها. ينفع لا انا بس سؤال ممكن حد فيهم من يعني يجوز واحد من الاثنين المساعدين ولا الحكم ما فيش رابع هناك اكيد؟ لا فيش رابع تحت. لا فيش رابع فممكن واحد منهم هو بلغوني ممكن يبقى حكم الساحه الاول الحكم المساعد الاول هو اللي يقوم انا بقول لك هو اللي يقدر وتلعب بحامل رايه واحد تمام فرده واحده. طيب يا كابتن معلش يعني هو ده السؤال ليه التنوع والتشتت ده؟ يعني هم بيختاروا الفرق اللي عندها بطولات سواء قاريه او دوليه بيختاروا ليها مسابقات زي الجمهوريه. الجمهوريه طبعا بيبقى كل الفرق دوري ممتاز فبتبقى على مستوى اقوى. الاعمار اللي ملهاش بطولات بيمشوها قطاعات وده ليه؟ لان في انديه كتير جدا بتشتكي من المصاريف تكلفه لانه بيضطر يسافر ولو دوري بيلعب دوري ممتاز او بيلعب جمهوريه بتسافر قبلها بيوم وبتدفع فلوس اقامه واعاشه وحاجات كده كتير. انما دي بتعمل مشاكل كبيره قوي قوي لبعض الاعمار يعني هل يعقل ان الولد كل ما يعني وهو صغير كل ما بيكبر المفروض المسابقه بتزيد أكبر. صح اكبر يعني 2002 عندنا لعبوا السنه اللي قبل اللي فاتت جمهوريه علشان كان ليهم منتخب مصر وكان ليهم منتخب في الخريطه بتاعت المنتخبات ان ده بنعده لمنتخب مصر. الله ينور عليك. عمل بطوله جمهوريه السنه اللي بعدها تم الغاء المنتخب اتلغى المنتخب فراحوا لاعبين قطاعات. السنه دي المفروض ان هو وصل 17 سنه لعب بدايه دوري هزيل منطقه انا بقول كده لعب منطقه وبعدين بداوا حتى متاخر لدوري قطاعات لان المسابقه ضعيفه طبعا فاضطروا ان هو يعملوا ليها قطاعات. خلي بالك ده 2000 شيشة يا كابتن بلال تتكلم في لاعب 16 سنه طبعا عندنا بقى مواليد 2000 يعني ولد 18 سنه مشكلة يعني خلاص سن درجه اولى بيلعب منطقه يعني المنطقه كمان اضعف منطقة من بطوله القطاعات طبعا يعني المنطقه دي ممكن طبعًا. اصلا ممكن ما تلاقيش ملاعب تلعب عليها انت ملاعب سيئه وانديه خلي بالك ما تلاقيش ملاعب تلعب عليها. خلي بالك دوري المنطقه عندنا بيبقى اسحاق اول زي ما احنا شايفين الجهاز الفني فريق النادي الاهلي كابتن مدحت طه وكابتن اسحاق اول وكابتن احمد نزار واللعيبه عملوا الاحماء ومنتظرين الحكام. دور المنطقه عندنا بيبقى كمان ممكن يدخلوا مراكز شباب ومستثمرين واخدين بعض اعمار معينه في انديه يعني. خبر حلو يا كابتن حشيش. الحكم جه؟ الحكم وصل. طب الحمد لله وصل الحكم. طب الحمد لله. وممكن يتاخر شويه طبعا عن بدء المباراه ولا ما اعرفش هو وصل لاوضه اللبس ولا نزل بقى الملعب. يعني لسه عايزين نعرف برضو عشان المباراه المفروض تتلعب فيه وقتها يعني. دي خلي بالك برضو من ضمن يعني ابرز المشاكل اللي ممكن بتقابل يعني الناشئين. صح. زي ما بنتكلم عن الملاعب زي ما بنتكلم على مر التسنين والتزوير. صحيح. برضو عمليه التحكيم من الحكم يعني برضو حته التاخير عن المباراه يعني النهارده في مشكله النهارده يعني اللي انا عارفه ان الحكام دول القاهره فالقاهره من باب اولى ان انت تبقى من بدري موجود غير يعني ممكن اللي جاي من الاقاليم له عذر ما باتش من امبارح فجاي النهارده فما بتضمنش الطريق. ممكن ديو يا كابتن مش ديو فلوس يا كابتن؟ طبعا بدل الانتقال على الاقل طبعا طبعا طيب خلاص امال ايه ما يبقى ملوش عذر بقى ما عشان كده طالما بتديله بدل الانتقال ملوش عذر عشان كده بقول لك المشكله يعني. في ان هم حكام قاهره عارف لو حكام اقاليم واخد بالك بعذره ليه؟ لان البدل ضعيف فمش هيجي ده هي خلي بالك زي ما كابتن حشيش بيقول دلوقتي يعني اذا كنت نتكلم على الدوري الممتاز يعني برضو البدل ضعيف والرسوم والماديات ضعيفه تخيل بقى انت بتتكلم على دوري ناشئين ما لازم الحكم يوجد لنفسه مصدر دخل تاني. فالنهارده لو شفنا الحكام هتلاقي الكابتن خالد جمال غندور محاسب الكابتن احمد عبد الغني الحكم سعد مدرس تربيه رياضيه الكابتن بهاء هشام طبيب بشري فالنهارده بجانب مهنته الاصليه ما ينفعش تتفرغ عشان التبرع اللي انت تديله مقابل انت بتتكلم بقى على منظومه التحكيم انت بتربي حكامك ما انت ما انت شوف ما احنا دي هتدخلنا الله ينور عليك يا استاذ دي هتدخلنا في موضوع بقى ان لازم عناصر اللعبه كلها تبقى محترفه او على الاقل عنصر التحكيم ده بالتحديد
يعني لانه هو مثلا مش لعيب صغير مثلا 2002 ولا 2001 لسه بيدرس ولسه ما احترفش، انما ده حكم. يعني انا شايف ان حكام الناشئين لا يقلوا عن حكام الدوري الممتاز، ما هو ده بالعكس ده بيعلم في بعض الاحيان. ما هو انت النهارده زي ما احنا بنتكلم ان احنا بنعد لعيبه لمنتخبات مصر وبنعد لعيبه لانديتها في الدوري الممتاز وبنعد اداريين وبنعد يبقى عندنا اجهزه طبيه بتعد حكام. ما النهارده علشان تعمل مسابقات قويه وتعمل لازم تدخل الاحتراف في كل حاجه، ما دخلش في جزء اللعيبه. هي منظومه متكامله واسيب اهم منظومه. يعني النهارده بدون حكام مفيش مباراه، صح؟ فانت النهارده ده منظور وعنصر اساسي في اللعبه هو التحكيم. عايز اقول لك حاجه بامانه، احنا على مستوى منطقه القاهره بالذات رئيس المنطقه كابتن حماده الشربيني لما جه المره دي اهتم قوي بلجنه حكام القاهره. كابتن مين؟ حماده الشربيني. كابتن حماده، طب انا دلوقتي معايا على التليفون كابتن سمير محمود عثمان حكمنا الدولي السابق عشان نساله عن الحاله دي. كابتن سمير السلام عليكم، ازيك كابتن، اخبارك ايه؟ ازيك كابتن سمير، اخبارك ايه يا كابتن؟ الحمد لله امور حضرتك ايه؟ معلش ومين حضرتك مع حضرتك في الاستوديو؟ تحيات كابتن محمد حشيش والكابتن احمد بلال. الله الله سلمني عليهم جدا. بيسلموا عليك كابتن، ازيك؟ ازيك يا كبير؟ محمد انا زعلان من احمد بلال بس هو عارف ليه؟ راحت عليا نومه والله، معلش اعتذرك على الهواء. والله راحت عليا نومه يا كابتن، وبعدين بعت لك هابي فالنتاين ديز النهارده. بقول لك كل سنه وانت طيب، النهارده عيد الحب يا كابتن سمير. وحضرتك بالصحه والسلامه يا كابتن حشيش. طيب دلوقتي عندنا يعني موقف مباراه الاهلي وحرس الحدود 99 والحكام اتاخروا النهارده، بيقولوا لي ان الكابتن احمد عبد الغني كابتن بهاء هشام الحكام المساعدين جم لكن حكم الساحه اتاخر. الحالات اللي زي دي ممكن يحصل فيها يا كابتن سمير؟ في الحالات اللي زي دي طبعا عشان ميعاد المباراه لازم يتلعب في نفس الميعاد، تمام. الحكم المساعد الاقدم هو اللي ممكن يدير المباراه، تمام. واما يجي الحكم الرئيسي يلعب مساعد حكم كرقم واحد. والمباراة شغالة يدخل هو حامل راية؟ مفيش مشكلة خالص يا كابتن. تمام. تمام؟ ولو بدأ المباراة كحكم ساحة ما ينفعش يغير. ما ينفعش يغير في الشوط الثاني يعني. يعني بالظبط ما ينفعش يخرج يلاقي الحكم جه وخرج. تمام؟ هي النقطة طبعا أنا مش عارف مين طاقم الحكام بس هو طبعا القاهرة أبو حبيبي القاهرة. حكم ساحة كابتن خالد جمال غندور. حكم مساعد أول كابتن أحمد عبد الغني. وحكم مساعد تاني كابتن بهاء هشام. طبعا هو طبعا خالد من الحكام الواعدين اللي طالعين الفتره اللي جايه، تمام. بس اكيد قد تكون في ظروف حصلت في الطريق، بس هو طبعا لازم يكون عامل حسابه قبلها. طبعا الطريق المواصلات والمرور بتبقى الدنيا صعبه شويه، انما بنتكلم في حاله المباراه لازم تتلعب في وقتها. ممكن مثلا تتاخر بكثير 10 دقائق، بكثير مثلا 10 دقائق او 15 دقيقه، هي ما لهاش في يعني في لجنه المسابقات ميعاد معين بالنسبه للحكام. يعني انا ممكن في لجنه المسابقات ليها شروط معينه تاخير اللقاء بسبب عدم مثلا وجود الفريق، حاجه موجوده في الملعب. انما عدم وجود حكام مفيش حاجه في اللائحه محطوطه او حتى في الدوري الممتاز انه طيب معين عشان طاقم الحكام ما جاش. تمام. طب لو راح حكم واحد بس المباراه تتلعب عادي؟ مباراة بحكم واحد المباراة تتلعب، ما فيش مشكلة خالص. ونلعب عادي بدون حكام مساعدين. خالص، بس هو بيتحمل مسؤولية طبعا حتة التسلل بيبقى مجهود عليه جامد جدا، وفي الحالة دي بقى يا كابتن انت عارف طبعا الحكم بيجي بطريقة معينة في الملعب. أما الحكم بيلعب لوحده أو معاه مساعد حكم واحد الجري بيختلف تماما وتحركاته في الملعب بتختلف تماما. الحكام وأنت بتتكلم دلوقتي يا كابتن سمير، الحكام داخل أرض اللقاء دلوقتي في عندنا حوالي تأخير حوالي 4 دقائق 5 دقائق عن يعني انطلاق يعني هو طبعا 4 دقائق برضو يعني ما اعتبرش تاخير قوي، حتى ممكن لو الطاقم موجود اصلا ممكن المباراه تتاخر 4 5 دقائق، بس احنا بنتكلم في العموم. لازم الحكم لازم قبلها يجي على الاقل من ساعه ونص لساعتين عشان يقدر يعمل الاحماء المطلوب. ما هو كده ما سخنش كده ابو كبات. كابتن حشيش بيقول لك ما سخنوش كده، ما لحقوش طبعا. طبعا مش هيلحق يسخن يعني. والنقطه برضو يا كابتن محمد برضو اقولها يعني التركيز كمان، لان خلي بالك الحكم متاخر بيبقى مشدود. صحيح. تمام؟ بيبقى مشدود في الطريق، هلحق ولا مش هلحق؟ طب انا جيت متاخر. فباذن الله اهم حاجه في المباراه دي اول 10 دقائق تعدي بس على خير. كابتن سمير محمود عثمان شكرا جزيلا لك. طبعا كان مهم جدا يكون معانا حكمنا الدولي كابتن سمير عثمان عشان يوضح لنا برضو الحالات وهل يتم اقامه اللقاء ولا لا، وممكن يبقى بحكم واحد ولا لا. فهو وضح لكل الساده المشاهدين الحالات التحكيميه
تانية. دلوقتي هنروح لملعب المباراة مع معلقنا فاروق صلاح، وإن شاء الله استنونا بين شوطي المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام، عشاق ومحب الساحرة المستديرة في كل مكان، متابعي شاشة قناة النادي الأهلي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من جديد نلتقي سويا وجولة جديدة من جولات ملعب الأشبال، ودائما وأبدا تحلق بنا طائرة ملعب الأشبال بقيادة الكابتن أسامة حسني، الكابتن محمد حشيش، والكابتن أحمد بلال. وبالتحديد الأسبوع 21 لدوري الجمهورية للشباب مواليد 99، لقاء يجمع هنا على ملعب النادي الأهلي ما بين النادي الأهلي المارد الأحمر في مواجهة فريق حرس الحدود. الأهلي بيحتل المركز الثاني في المجموعة خلف الإسماعيلي المتصدر 44 نقطة. الأهلي وبركاته. شكرا لمعلقنا المتميز فاروق صلاح. شوط أول متوسط فنيا، يتقدم فيه النادي الأهلي على حرس الحدود 1-0. أحرز الهدف اللاعب إبراهيم السيد في الدقيقة 31. أحرز فيه اللاعب إبراهيم السيد هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 31، لكن أحداث الشوط الأول كانت المباراة متوسطة فنيا، ما ظهرش فيه فريق النادي الأهلي بالشكل اللي احنا كنا يعني متوقعينه. ممكن يكون عامل الهواء الشديد داخل الملعب يكون مؤثر، لكن الشوط الثاني هيكون الهواء مع النادي الأهلي، فممكن تتغير مجريات اللعب. وهنسمع دلوقتي من ضيوفنا يعني تعليقهم على الشوط الأول. لكن النادي الأهلي دلوقتي أصدر بيان حالا، حابب أقوله لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. النادي الأهلي وهو يقدر تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لحفظ حقوق كل الأطراف في أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس، والعمل على التعاون بين كل عناصر المنظومة الرياضية من أجل المصلحة العليا للبلاد. يؤكد النادي الأهلي على أنه لم يتلقى أي مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات في جدول الدوري أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس، فضلا على أننا ننتظر ردا من الاتحاد على أسباب تأجيله لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في الفترة القادمة بعد إغلاق بعض الاستادات لتطويرها استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي ستقام في يونيو المقبل. والنادي الأهلي وهو يؤكد على احترامه للمنظومة الرياضية عندما يتلقى مكتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص ما سبق الإشارة إليه، سوف يتم دراسة الموقف كاملا بما يحفظ حقوق الأهلي المشروعة والتي تتفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات. وزي ما احنا شايفين مع حضراتكم ده البيان اللي صدر منذ قليل من النادي الأهلي. ده هنقول البيان مرة تانية. النادي الأهلي وهو يقدر تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحفظ حقوق كل الأطراف في أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس، والعمل على التعاون بين كل عناصر المنظومة الرياضية من أجل المصلحة العليا للبلاد. يؤكد النادي على أنه لم يتلقى أي مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات في جدول الدوري أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس، فضلا على أننا ننتظر ردا من الاتحاد على أسباب تأجيله لمباريات الأهلي وبيراميدز في الدوري، ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في الفترة القادمة بعد إغلاق بعض الاستادات لتطويرها استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي ستقام في يونيو المقبل. والنادي الأهلي وهو يؤكد على احترامه المنظومة الرياضية عندما يتلقى مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص ما سبق الإشارة إليه، سوف يتم دراسة الموقف كاملا بما يحفظ حقوق الأهلي المشروعة والتي تتفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات. ده كان نص البيان اللي صادر عن النادي الأهلي دلوقتي حالا. هنروح بقى للمباراة والتحليل الفني مع ضيوفنا، بنجدد بيهم التحية تاني، كابتن محمد حشيش والكابتن أحمد بلال. كابتن محمد حشيش، شفت الشوط الأول إزاي؟ هو طبعا شوط متوسط، لعبت النادي الأهلي ما ظهرتش يعني بالحالة الجيدة أو بالحالة الطبيعية بالنسبة لفريق في المركز الثاني وفرق نقاط بسيطة عن المركز الأول اللي هو نادي الإسماعيلي. أعتقد يعني أن الجو
والهواء الجامد لعب دور كبير قوي في الاداء السيء من الفرقتين. تمام. وخصوصا من جانب النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيلعب ضد الهواء. ويمكن بانت موضوع تاثيره في يمكن كم كره جت لرمضان، ده الهدف اللي احنا احرزه اللاعب ابراهيم السيد. يعني هو عامل اوفر طبعا بالعرض، هي صادت طبعا ورا حارس المرمى. اتفضل يا كابتن. يمكن بان كمان في كذا كوره جت لرمضان، منهم كوره برضو طلع يمسكها اللي هو حركها، يمكن خدت غيرت اتجاه او وقعت من ايده وطلعت كورنر. شفنا برضو الهدف اللي جه في الحرس، نفس القصه برضو اوفر من اليمين. طبعا الجون اخطاها برغم طول حارس المرمى، انما اخطاها وسقطت طبعا من وراه. بس الحقيقه ما شفناش يعني لعب كرة على الارض وفي شكل معمول يعني. يعني ما فيش حاجه حسيناها، حتى يمكن الباكين الطرف يمكن ابراهيم السيد هو اللي بيكمل بس في ناحيه اليمين شويه باك رايت مرتين ثلاثه، انما ضياء ما شفناش يعني برضو تقدم ليه حاجه تذكر او كروسات. شفنا يمكن في تحركات يمكن اللي عامله شبه خطوره من ناحيه صالح النصر اللي هو هداف الفريق من ناحيه الشمال، برضو تحركات فهد جمعة. شكري محمد المفروض ان هو صانع العاب الفرقه دي، ما شفناش برضو له دور يعني محوري بالنسبه للفرقه، كلها كرات طويله. محمد شكري او شكري محمد, محمد او شكري محمد هو مركزه الاصلي باك ليفت، لكن النهارده كابتن مدحت بيلعب في الحته دي، في الحته بتاعت نص الملعب بالظبط كده، يمكن عشان برضو مش بتاعته فمش قايم بالدور كمان باقي كصانع العاب. ما شفناش حتى تنويع، ما شفناش حتى اختراقات من العمق، ما شفناش تصويب من الخارج يعني. يمكن شفت الفرصه دي يا كابتن حشيش؟ دي كانت اخطر فرص النادي الاهلي في الشوط الاول، كانت كره عرضيه يا بلال. كروس عرضي. كروس عرضي يعني، كانت قريبه جدا. هي دي يمكن الوحيده اللي كانت خطر. ويقابلها برضو في كوره كانت من ناحيه يمين الحرس يمكن شمال النادي الاهلي، برضو اتلعبت الولد شاطها جنب العارضه. مفيش اكتر من كده تقدر تقوله على الشوط الاولاني. يعني بنتكلم برضو على تحركات كلها فرديه من ناحيه صالح نصر وبيسو فهد جمعه، كلها يعني تحركات عشوائيه على حسب الكره راحه فين، مش جمل معموله سواء من ناحيه الشمال او اليمين او زي ما قلنا تصويبات او اختراق من يعني شفناش جمل حتى من نص الملعب بتتلعب. اتمنى ان احنا يعني في الشوط الثاني يبان شكل احسن ونقدر نزود الاهداف يعني. ان شاء الله. يعني احسن ما في الشوط الاولاني هو طبعا الهدف. كابتن بلال شفت طبعا الهدف فيه توفيق كبير، ولا الهدف كمان يعني ان الكره تسقط بالشكل ده احسن ما فيها النتيجه يعني. ان الكره تسقط بالشكل ده يعني هدف فيه توفيق يعني بشكل كبير جدا قوي للاعب ابراهيم السيد. شفت الشوط الاولاني ازاي يا كابتن بلال؟ بص خلينا ناخد المباراه من اولها يعني. المباراه من اولها الحكم اتاخر، تمام. خد بالك الحاجات دي برضو بتاثر على اللعيبه شويه. انت بتبقى نازل وعندك حماس ومستعد وجاهز والتلفزيون بيصور وكل حاجه مستقره بالنسبه لك في الجو ده. بالظبط. والجو هوا وفي تراب شديد جدا طبعا. وبعدين فجاه بتلاقي الحكم مش موجود. فخد بالك بتنزل شويه من الحماس بتاع اللعيبه في الملعب. دي رقم واحد. رقم اثنين برضو واضح ان اللعيبه متاثره شويه بحته اذاعه الماتش، فاهم قصدي؟ في بعض اعتقد ان بعض اللعيبه هنا اول مره يتزعلوا ماتشات اعتقد يعني. ما دي اول فرقه زعلها 99. فواضح ان هم برضو متاثرين شويه، عارف يا كابتن؟ في تكتيفه في الملعب. يعني ما فيش انطلاقه، ما فيش حريه. باين النهارده على اللعيبه في الملعب. وبعدين قلنا ان ده في دور مهم كبير جدا للمدير الفني، مش بس في الحته الفنيه، ان انا بقول نلعب ناحيه اليمين، نلعب ناحيه الشمال، نلعب من العمق، مين هيمسك مين، هنتحرك ازاي. لا، في دور نفسي على اللعيب، لان اللعيب ده لعيب برده مهما كان لعيب صغير اسامه لسه برده الاجواء دي ما عاشهاش. واضح ان اللعيبه متكتفه شويه. ممكن يكون الشوط الثاني افضل بكتير من الشوط الاول، لان احنا في الشوط الاول احنا شايفين تحركات من ناحيه اليمين بس، من ناحيه الباك رايت اللي سجل الهدف ابراهيم السيد. هو ده الوحيد، اكتر واحد بيتحرك، عنده سرعه، عنده قوه، بيحاول ياخد كل كره ويشتغل فردي ويعمل الكرسات العرضيه. حتى كمان اللقطه اللي ما بعد الهدف اللي اتكلمنا عليها اللي اتزعت من شويه، برده كروس من ناحيه اليمين، فاول يعني من ناحيه اليمين عن طريق برده ابراهيم السيد، الكره اتلعبت بالهيدر تقريبا، اتلعبت محمد نصر صالح نصر، من صالح نصر اسف، وطلعت من جنب العارضه. فالنهارده اللعيبه لا محتاجه تتحرر شويه الشوط الثاني يا كابتن. محتاجه ان اللعيبه
خلاص انت عشت جو الشوط الاول خلاص، المفروض تتحرر بقى من الضغط النفسي اللي عليك، مش من ضغط حاجه. انا شايف حرس الحدود فرقه قليله، فرقه مش كبيره يعني، برده ما بيمسكوش كويس. عندهم دفاع معقول شويه، بيلعبوا مان تو مان في الحته اللي قدام، ولكن هم برده في نص ملعب بيديلك مساحه كبيره، انت مش قادر تستغل المساحه دي. طيب. ممكن زي ما وسام قال من شويه ان شكري محمد بيلعب في مكان مش مكانه، فحته البلاي ميكر او صانع الالعاب او المعلم بتاع الملعب مش موجود في 4-2-3-1. الدور ده مهم جدا، دور اللعيب رقم 10 ده مهم جدا، لازم يكون لعيب موجود، هو ده اللي بيغير رتم اللعب، هو ده التيمبو بتاع الماتش، هو ده التيمبو بالظبط، هو ده اللي بيربط الخطوط، هو ده اللي بيحول اتجاه الهجمه، هو ده اللي بيسرع ويبطئ رتم الاداء. ممكن يكون الهواء مقصر برضه الشوط الاول، ممكن خاصه ان هو ضدك مش معاك الشوط الاول برضه الهواء مش مع النادي الاهلي، ضد النادي الاهلي، فممكن يكون مقصر بشكل كبير. لكن انا متوقع الشوط الثاني الامور هتبقى افضل من كده. النادي الاهلي الشوط الثاني اعتقد ان هو هيحط حارس الحدود في نص ملعبهم، الهواء معاك، السبرنتات كلها هتبقى لصالح النادي الاهلي. خد بالك وانت بتجري عكس الريح بتبقى برضه السرعه فيها في بطء شويه عكس ما انت بتجري مع الريح، خاصه في مدينه نصر، انت لعبت في مدينه نصر يا اسامه وعارف ان الجو صعب جدا وانت بتجري تحت غير ما بتجري فوق. الملعب ميت شويه طبعا. فالشوط الثاني اعتقد ان الاهلي هيحط حارس الحدود في نص ملعبه، الكره هتبقى اسرع بكتير لان السبرنتات هتبقى اخف شويه في اللعيب، فالشوط الثاني اعتقد ان الامور هتبقى افضل من كده بكتير يعني. انا شايف ابرز التعليمات يا كابتن حشيش اللي ممكن يقولها بقى الكابتن مدحت طه وهو متقدم في الشوط الاول على فرقه السعود اللي يقولها للاعيبته بين الشوطين. هو طبعا لازم اول حاجه هيقولها هو استغلال العامل الجو والهواء طبعا. طبعا ما بتلعب الفرقه ما بتلعب ضد الهواء غير ما بتلعب مع الهواء. اهو دي انت بتتكلم بتقول الهواء ومع الهواء. الكره اللي وقعت من رمضان ابو حطب حارس المرمى، فالتايمنج بتاعه كان يعني بص الكره طبعا غيرت اتجاهها ممكن وهو طالع لها. تمام. فكويس ان هو كان بره القائم عشان كده طلعت كورنر يعني. طبعا كابتن مدحت اول حاجه هيقولها طبعا استغلال عامل الجو والهواء مع فرقه النادي الاهلي. لازم يبقى في تصويب من بعيد لان الكره مع الهواء بتروح زي ما احنا عارفين. كذلك برضو انا عندي حته برضو في الخط الخلفي ان في بطء شويه في تحضير الهجمه والكره ما بتطلعش برضو ايه بسهوله. بس هم بيعملوا حاجه الحقيقه في يعني ميزه بعتبرها ميزه ان فيش فزلكه يعني، كذا كوره للشربيني ومغربي جات له بيطلعها اوت، ويعني عشان برضو ايه ممكن احساس برضو الجو او الهواء او الكلام من ده فعايز يلعب السهل، انما لازم يبقى في اسرع، لازم يبقى في تنويع في الهجوم ما بين الاختراق من القلب ما بين الاطراف، لازم الاطراف يعني تتنشط شويه يعني. ما شفناش مثلا الطرف اليمين دخل على جوه وطلع الباك، وبالذات ناحيه الشمال لازم ضياء وحيد يتحرك شويه مع صالح نصر، ان صالح نصر بيلعب برده على الخط، لازم في بعض الاوقات يخش جوه ويدي مساحه للضياء وحيد، يمكن هو قافل عليه في الحته دي. التصويب بكرر تاني، التصويب من بره ال 18 مهم جدا جدا، على لان احنا عارفين الملعب الهواء ومايل شويه ناحيه، هيبقى ناحيه الهواء يكون مع النادي الاهلي الشوط الثاني، مع النادي الاهلي الشوط الثاني لازم استغل الهواء بالظبط كده. كابتن بلال والكابتن حشيش بيتكلم عن سرعه التحضير من ورا، ويعني الاطراف لازم تشتغل بشكل اكتر من كده، خاصه ضياء وحيد، ابراهيم السيد شغال بشكل كويس. صح. الرباعي بقى الامامي النهارده صالح نصر، شكري، بيسو، فهد جمعه، محتاجين في الشوط الثاني البدايه يكون فيها ضغط عالي اقوى من كده من الشوط الاول. طبعا ما ده اللي انا قلت عليه يا اسامه، انت النهارده اعتقد ان الشوط الثاني التعليمات بتاع الدكتور مدحت هتبقى ان كل الفرقه تطلع لقدام، يبقى انت خلاص بتحاول انك تضغط من على هتضغط حارس الحدود من نص ملعبها، فبالتالي المسافات هتبقى قريبه ما بين اللعيبه وبعضها. تمام. بس مشكلتنا الشوط الاول خد بالك عشان انت برضو ضد الهواء والكره بتبقى صعبه جدا ان هي تطلع، فانت عامل يعني فاتح المساحات بتاعتك. الشوط الثاني هتقلل المساحات لان الضغط هيبقى قليل، المسافات هتبقى قليله جدا، فبالتالي التحضير هيبقى اسرع. الشغل بتاع الرباعي هيبقى واضح شويه. النهارده لما تبقى المسافات بعيده واللعيبه بعيده عن بعضها وسام بيبقى التحضير صعب جدا، بتعتمد على الكرات الطويله، بتعتمد على الكرات العكسيه، انما الشوط الثاني لما تقرب المسافات هيبان دور شكري محمد، هيبان دور الرباعي بشكل عام اللي قدام. النهارده برضو احنا ما شفناش برضو مهاجم النادي رقم 9 يعني، انت اللعيب رقم 9 بتكلم على البوزيشن مش بتكلم على فات، بتكلم على البوزيشن، انت دوره مش موجود ليه؟ لان هو دايما مستني الكره الطويله، مستني الكره الطوليه عشان المسافات برضو بعيده. الشوط الثاني اعتقد ان قربه من الثلاثه اللي تحتيه هيخليه يتحرك التحركات السريعه، هتبان تحركاته القصيره، هيبان استغلاله للفرص، هيبان الدبل باص. الشوط الثاني اعتقد ان التعليمات هتكون نوعا ما ان النادي الاهلي لازم يستغل الحته اللي في العمق دي، واضح ان هي فيها جاب كبير جدا. حرس الحدود
شغال عليك اثنين ناحيه الشمال واثنين ناحيه اليمين بيحاولوا ان هم يقفلوا لك الطرف بتاعك عشان انت واضح ان انت التعليمات كلها من على اطراف الملعب. تمام. الشوط الثاني لو استغلينا قلب الملعب اعتقد الاهلي ممكن يسجل اكتر من هدف يعني. محمد مغربي هو لاعب متصعد من مواليد 2001 99 يا عم الراجل ابوه هيقول عليا اه بسالك السؤال ده عشان جارك. هل هو راهب الموقف ولا الامور بالنسبه له لا عربية؟ محمد شايفه كويس. يمكن كانت حشقه حاجه مهمه جدا. قال ان هم الاثنين المدافعين مفيش فلسفه. وخد بالك دي برضو الفلسفه دي انت الراجل اللي بره ده اكاديمي يعني صحيح. دكتور مدحت اكاديمي شويه. فمش عايز حته انك تقف بالكوره وانك ترقص وانك انت فاهم حته ان انت عايز الامان الصريح الواضح الصريح الامان. يعني 1+1=2 فواضح ان هو ستايل لعبهم النهارده كمان احنا شفنا مغرب الماتشات اللي فاتت لما الكوره بتجي له بيحاول يلم ويرجع لورا يبتدي هجمه النهارده لا لو ضغط عليه حد فواضح ان تعليمات فاهم قصدي لا النهارده الاثنين اللي ورا ماشيين بشكل كويس قوي مفيش اي خطوره على دفاعات النادي الاهلي بالرغم ان الهوا مع حرس الحدود يعني كان ممكن يستغلوا الموضوع ده بشوطه من بعيده بضغط بسبرنتات بضغط على لعيبه المدافعين ولكن واضح ان الاثنين اللي موجودين الاثنين السنتر باكس بتوع النادي الاهلي تقال واقفين على رجلهم بشكل كويس جدا واضح ان هم عندهم خبرات كويسه. في حته كمان مهمه اتفضل كده نتيجه للضغط اللي هيحصل على حرس الحدود من الجو والهواء السردباكات في الحاله دي ما بتقدرش تطلع على نص الملعب دايما بتعمل عمق تحسبا للكوره الكوره العاليه الطويله الطويله فدي ممكن لو اتاخروا شويه في الطلوع او عملوا عمق هيظهر مساحات ورا الدفندرات بتاعتهم يعني بينها وبين المساكين ممكن احنا نستغلها مثلا في الدريبلينج بالكوره والاختراق من النص او واحد بيستلم وبيطلع حد من الاطراف وفي نفس الوقت لو ضغطوا اكيد الكوره الطويله بتاخد سرعه اكبر شويه هتتخلق مساحات تعتمد بقى على السرعات اللي جايه من الخلف يعني ده هياخدني لدور مهم يعني لازم يلعبه احمد السيد طبعا ومحمد نصير الشوط الثاني في التكمله في الحته دي بالتحديد لان ممكن على فكره لو الخط الهجوم بتاعنا وقف مع السردباكات والكور الطويله ممكن حد من الديفندرات بتاعتنا او الارتكاز بتاعنا ممكن هو اللي يكمل ويجي بسرعته مع اندفاع طبعا الفرقه الثانيه ممكن نلاقي مساحات وجاي اللي بيجي دايما من الخلف بيبقى عنده حته السرعه والمبادره يعني كابتن بلال واحنا بنتكلم عن التنوع الهجومي من على الاطراف الرباعي الامامي في الضغط المبكر وبدايه الشوط الثاني يعني وانت معاك الهوا سلاح مهم جدا التسديد صح. ممكن الكابتن مدحت يقول لعيبته بين الشوطين لازم نسدد ولازم نركز على التسديد بشكل اكبر طبيعي جدا يعني طبيعي وانت معاك الهوا بتحاول تستغله بشكل كويس خد بالك من ضمن عوامل انك انت تستغل الحاجات الايجابيه لصالحك ان انت عامل الهوا عامل الهوا بالنسبه لي مهم جدا في السبرنتات في الضغط في التصويب انت ممكن يعني من قبل ال 18 بحوالي 10 يارده ممكن تصوب الكره تروح سهله جدا في المرمى فهو وضع طبيعي جدا يكون من ضمن الحاجات اللي بنشتغل عليها الشوط الثاني التصويبات اللي من بعيد مش لازم توصل لل 18 عشان تصوب خد بالك انت في بعض الاوقات بتعتمد انك تصوب وتنتظر الكره اللي بترد من الحارس يعني في بعض المدربين بيشتغلوا على الحته دي لكن تصوب والاثنين اللي الثلاثه اللي موجودين قدام يبقوا اقرب حد للكوره عشان السكند بول عشان المتابعه فممكن اكيد طبعا يكون في تعليمات لدكتور مدحت بالتصويب من مسافات بعيده على المرمى حارس المرمى بتاعنا برده رجع لنا الكره دي كان الثاني دي كده يا دكتور يعني كده كان ممكن يبقى فيها اصابه اللي فاتت طيب زار نو كان طمعان انه بحكم عايزين برضو رمضان حارس المرمى بتاع النادي الاهلي برضو زي ما شفنا حارس مرمى الحرس برضو الهوا اللي كان ضده المره الشوط الاولاني او الشوط الثاني بقى بالنسبه للنادي الاهلي برضو حته التايمنج بالنسبه لحارس المرمى لازم ياخد باله زي الهدف اللي جه ده برضو الراجل برضو ممكن الهوا يكون ايه شال الكوره اكتر او غير اتجاهه فياخد برضو باله من الحته دي يعني طيب هنروح دلوقتي لملعب اللقاء مع معلقنا فاروق صلاح واستنونا ان شاء الله بعد نهايه اللقاء شكرا لمعلقنا المتميز فاروق صلاح بهدف نظيف للاعب ابراهيم السيد في الدقيقه 31 في الشوط الاول ينتهي لقاء الاهلي والحرس الحدود بتقدم النادي الاهلي 1-0 في بطوله دوري الجمهوريه مواليد 99 وزي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ده الهدف احرزه اللاعب ابراهيم السيد في الشوط الاول في الدقيقه 31 في مباراه كانت متوسطه فنيا لكن قدر يحسمها لاعبي النادي الاهلي
ظهرت خطوره النادي الاهلي في الفتره الاخيره والفترات الاخيره من لقاء المباراه بين الاهلي وحرس الحدود. برحب بضيوفي مره ثانيه، كابتن محمد حشيش والكابتن احمد بلال. كابتن حشيش، شفت الشوط الثاني ازاي؟ شفت الشوط الثاني ما اختلفش قوي عن الشوط الاولاني، برضو مباراه متوسطه، اداء برضو متوسط من فريق النادي الاهلي. تقدر تقول في المجمل طبعا انا حاسس ان موضوع اذاعه المباراه يمكن اول مره الولد بتذاع لهم ماتش على الهوا، فممكن نكون اللعيبه برضو مش في حالتها، ممكن يعني في بعض الارتباك شويه، كل واحد عايز يظهر باحسن صوره عنده عشان الناس لسه بتبتدي تتعرف عليه، فبالتالي برضو ما بتيجي نتيجه عكسيه. على عكس طبعا فرقه حرس الحدود، الموضوع ده كان حافز ليهم ان هم يطلعوا في التلفزيون يتذاع لهم ماتش، فادوا اداء كويس، وانا مستغرب الاداء اللي النهارده بيعملوه قدام النادي الاهلي ويخرجوا بخساره 1-0 والترتيب بتاعهم يعني بعيد قوي كده. انا ما اعرفش كانوا فين من بصراحة أول البطولة، ترتيب طبعا يعني متأخر قوي لفرقة الحرس في المركز ال 13 13 يعني ال 13 يعني أنا شايف إن فيهم عناصر كويسة، لازم برضو يعني نحاول نقول أسمائهم، يعني هنتكلم دلوقتي عن اللعيبة إنما هم يعني بصراحة فيهم بعض اللعيبة مستوى كويس وكانوا بيمسكوا الكورة وبيتحكموا في بعض الأوقات كتيرة في رتم المباراة، مش قلقانين انهم بيلعبوا مع ضد النادي الاهلي في دي ابرز أرض الفرص اللي ظهرت في الشوط الثاني من اللاعب صالح نصر. وصالح نصر يعني بالرغم النهارده ما ظهرش بمستواه المعتاد وانا عارفه شخصيا، لكن النهارده كان هو مكمن الخطوره في فريق 99 وهو باين عليه، باين عليه، هو طبعا ستايله حلو وجسمه كويس وعنده سرعات وعنده كرة، واضح ان هو طبعا لعيب كويس، وطبعا والا ما كانش احرز 21 هدف، هو هداف طبعا الفرقه دي، انما يمكن النهارده زي بقول لك اغلب اللعيبه مش في حالتها الطبيعيه. كابتن بلال، شفت الشوط الثاني ازاي؟ بص، مش هختلف كتير عن كلام كابتن حشيش، ولكن انا حسيت ان في الاخر خالص في اخر الشوط الثاني الفرقه ابتدت تتحرر، تمام، وكانك يعني كنت محتاج حوالي 80 دقيقه بالظبط عشان خاطر تشيل الضغط من عليك او عشان تفوق. يعني القصه الموضوع ما كانش موضوع لياقه بدنيه او اجهاد او ملعب او هوا، لا، النادي الاهلي اخر من الدقيقه 80 للدقيقه 92 مضيع ثلاث اهداف، ثلاث اهداف محققه بالفعل، يعني تحرر. دي اول الاهداف وانت بتتكلم يا كابتن بلال، اللاعب زياد طارق، زياد زياد دي كره سهله، سهله قوي يعني، دي كره جول يعني، دي كره برضو صالح نصر حطها يمكن الزحمه، يعني دي اللي جت من جنب العارضه، في واحده ثانيه حطها والولد السنتر باك طلعها من على خط الجول، تمام، دي واحده برضو لصالح نصر، يمكن هو برضو من اللعيبه، واضح هو اكتر واحد بيلعب على الجول، خطوره بالظبط، اكتر واحد بيلعب على الجول، صحيح، اكتر واحد كمان يا كابتن لما اتحرر شويه بالظبط ولعب على طرف الملعب وابتدى يلعب واحد ضد واحد، بنت المهارات والسرعه بتاعته، ده برضو صالح نصر وانت بتتكلم يا بلال، برضو الخطوره من عند صالح نصر بالظبط، هو يمكن اكتر واحد الشوط الثاني شفناه بيتحرك متحرر، خلاص شال الضغط من عليه، ابتدى الشوط الثاني يمكن حوالي من الدقيقه 70 او من الدقيقه 65 وابتدى يكون له دور فعال في هجوم النادي الاهلي، بيلعب على طرف ملعب يمين، بيلعب على طرف ملعب شمال، ابتدى يسيب حته المركزيه، لما ابتدى يسيب حته المركزيه وابتدى يعني يعني يتحرر شويه، يروح ناحيه يمين وناحيه شمال يلعب في القلب، ابتدى كمان يخلق نفسه فرص، يعني هو ضيع فرصتين، يعني فرصتين اهداف وعمل فرصتين تانيين غيرهم برضه فرصتين اهداف، الواحده اللي عملها لزياد دي بص الكوره دي انت بتتكلم دي اللي عملها من نص ملعب لزياد، دي اتلعبت لزياد الناحيه الثانيه وعملها بالجهه الشمال وزياد لوحده، زياد هو كمان زياد يعني دي جول بالراحه، دي عايزه بالراحه، خد بالك احنا برضه ممكن نعذر لعيبه شويه، الملعب هناك يعني في الشتاء عامه الملاعب تبقى صعبه شويه، بس خلي بالك وضعه التشريح زياد طارق وهو بيحط الكوره، لو بصينا على صدره هتلاقي صدره ورا وبيلعب، لازم يبقى صدره الوضع التشريحي افضل يبقى مايل عشان يبقى راكب الكوره من فوق ويحطها بطن رجله وتحت، بص هنا يعني صدره ورا ازاي، ايوه لازم بالزبط. وفيها برضو ما فيهاش الاهتمام، ايوه فيها تراخي تمام، هي فيها تراخي شويه ضامنها يعني بشكل كبير، دي فيها تراخي شويه كان ممكن تتلعب بشكل افضل من كده بكتير جدا، وكان ممكن الاهلي في خلال من الدقيقه 80 للدقيقه 90 يسجل هدفين ثلاثه، تمام، يعني انت بتتكلم في فرص اتيحت بالنسبه لك، يعني انا شايف ان حته يعني مطلوب من المديرين الفنيين كلهم لما يبقى يعرفوا ان الاشبال يعني ملعب الاشبال هيذيع ماتش، يبقى المفروض يبقى في محاضره نفسيه غير محاضره التحضير، بتكلم بجد يا كابتن، في تحضير نفسي بالظبط، انت اللعيب يعني النهارده انت محتاج 80 دقيقه عشان تتحرر
نفسيا من الضغوط اللي عليك وانك عشان خاطر يعني كل واحد ابوه بيتفرج عليه، ناس بتتفرج عليه، كل واحد بيقعد يفكر كتير جدا. ده برده لعيب ناشئين يا كابتن في الاول وفي الاخر طبعًا. يعني ده برده بيلعب في الناشئين، مش متعود ان الناس تتفرج عليه، مش متعود بس اللي بيقيمه المدير الفني بتاعه اللي قاعد بره، او مثلا والده ووالدته الناس بتتفرج عليه. لكن ده هدفنا بالظبط، ما هو ده عشان كده بقول لك يا وسام بالظبط ازاي تحط اللعيب دي في اجواء الدرجه الاولى، في اجواء الفريق الاول، لان انت خلاص انت بتعد ناس، بتعد اللعيبه من اللي موجودين دول طبعًا. انه يلعبوا في الفريق الاول الموسم اللي جاي ممكن، او يكون لهم دور مع الفريق الاول. فالنهارده مطلوب من كل المديرين الفنيين محاضره نفسيه عشان خاطر يخلي الولاد تبقى نازلين الملعب مرتاحين شويه. طيب هنروح دلوقتي الملعب مباراه كابتن حشيش، وخليك تستكمل انت وكابتن بلال لمراسلنا محمد توفيق. اتفضل يا توفيق. اهلا بيك مره ثانيه كابتن اسامه. بعد فوز النادي الاهلي على حرس الحدود 1-0 واعتلاءه للقمه مؤقتا لغايه لما نعرف نتيجه مباراه الاسماعيلي ووصوله للنقطه 44، بعد المباراه يسعدنا ان يكون معانا كابتن مدحت طه اسماعيل. مقاولين عشان امبي كان متساوي معانا في المركز الثاني، التعادل 2-2. امبي والمقاولين التعادل الايجابي 2-2. كابتن اسامه اتفضل. تمام، يعني معانا كابتن مدحت طه اسماعيل مدير فني النادي الاهلي. يعني كابتن في البدايه كابتن اسامه حسني بقول لحضرتك ان ماتش المقاولين وام انتهى بالتعادل 2-2 عشان ام بي كان متساوي معانا في النقاط. يعني بنبارك لك على المباراه النهارده. المباراه كانت صعبه، وكمان الجو الشوط الثاني خاصه الهواء اشتد ودرجه الحراره بدات في الانخفاض بشكل ملحوظ. يعني كلمني بشكل عام على المباراه ورايك فيها النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحياتي للكابتن اسامه والضيوف اللي معاه. الحمد لله رب العالمين. الهدف طبعا من الماتش ان احنا ناخد الثلاثه بونت، الحمد لله حققناه. بس طبعا انا يعني متضايق جدا من الاداء اللي احنا عملناه، كنا ممكن نبقى احسن من كده. بس برضو احنا برضو لينا عذر ان احنا عندنا برضو عدد من الايقافات والاصابات، حوالي 3-4 من الاساسيين اللي بيلعبوا على طول معانا مش متواجدين النهارده. عشان كده استعنت بمغربي من 2001 وعلاء من فرقه ال 2000، فطبعا اثروا علينا. اول مره مغربي يلعب معانا النهارده، الحمد لله ادى والله ماتش كويس. فبقول لك عندنا كم من الاصابات والايقافات اثر على اداء الفريق وظهر بالمستوى اللي انت شايفه ده. ثانيا زي ما انت بتقول الجو، شوف عامل ازاي، جو هوا مش عارفين نلعب خالص. لكن الحمد لله في الاخر مجمل الموضوع احنا دلوقتي بندور على 3 بونت، ده الهدف الاساسي بتاعنا. الحمد لله واحنا وحشين اتحقق الهدف، ودي حاجه كويسه، وان شاء الله السلبيات اللي كانت موجوده هنحاول نعالجها الفتره اللي جايه باذن الله. كابتن مدحت، يعني يمكن هل اذاعه المباراه كانت عامله ضغط نفسي شويه على الولاد؟ يعني احنا شايفين الولاد زي ما كان كابتن احمد بلال بيقول في الاستوديو التحليلي من قليل، يعني ان الولاد بداوا يتحرروا من الضغوط متاخر شويه، هل ده كان عامل ضغط مع ضغط المنافسه زياده؟ طبيعي طبيعي، الولاد لسه صغيرين، والكابتن احمد بلال طبعا عارف كل الحاجات دي كويس، لعيب كبير ومر بالفتره بتاعت الناشئين دي، الفتره اللي هو صغير، وعارف كويس قوي ان طبعا لما التلفزيون بيذيع الولاد بيبقوا مضغوطين وقلقانين. ففعلا اتحرروا في الشوط الثاني بشكل يعني احسن شويه، لكن الظروف الجويه ما ساعدتناش ان احنا نعمل اداء كويس. وزي ما بقول لك ان شاء الله الاداء هنحاول السلبيات اللي موجوده دي نصلحها الفتره الجايه باذن الله. الفترة اللي جاية بقى حضرتك كلمت عنها، شايفها ازاي وشايف المنافسة ازاي في المتبقي من عمر المسابقة؟ والله احنا المشكلة ان الفترة اللي فاتت لعبنا حوالي 3 ماتشات في 10 ايام، فاللعيبة ارهقوا جدا. ثانيا الانذارات طبعا، العدد الماتشات ورا بعض، فاللعيبة بتاخد انذارات، ففي ايقافات كتير. يعني النهاردة رمضان خد انذار الثالث بدون داعي، انا مش شايف ان هو عمل حاجه، بس خد الانذار الثالث مش هيبقى موجود الماتش الجاي. فالحاجات دي بتاثر علينا بشكل كبير جدا. احنا مثبتين التشكيل من بدايه الموسم، فاي عنصر بيتغير عقبال ما بياخد العنصر الجديد بياخد الوقت، وقت طويل عقبال ما يخش مع المجموعه. لكن هنحاول الفتره الجايه دي ان شاء الله نثبت التشكيل والامور تبقى احسن باذن الله. شكرا يا كابتن، اتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا، متشكر جدا، تحياتي ليك. كابتن اسامه، ده كان لقاءنا مع كابتن مدحت طه اسماعيل المدير الفني لفريق النادي الاهلي بعد الفوز على حرس الحدود بواحد لشيء. يعني عايز اقول لحضرتك في اللحظات اللي كنا فيها دي وبدايه المشروع الثاني، يمكن الهواء كان بقى بشكل اشد شويه، اعاق شويه نقل الكوره في الملعب، يمكن الهواء كمان كان ناحيه مرمى النادي الاهلي، فده عامل مشكله. عايز اقول لك كمان ان درجه الحراره يعني دلوقتي ما تزيدش عن 7 أو 8 درجات مئويه مع تساقط خفيف للامطار. مكملين اللقاءات مع كابتن اسامه ومعانا كابتن خالد حسن مدرب حراس مرمى فريق النادي الاهلي. يعني كابتن الف مبروك النهارده الفوز، مباراه صعبه لكن اعتقد الولاد كانوا قد المسؤوليه. الحمد لله النهارده الاول، بس انا بحيي كابتن اسامه وضيوفه. النهارده الماتش زي ما حضرتك شايف يعني الظروف فعلا كانت صعبه جدا، زي ما كابتن ميح هكلمك عندنا غيابات كتير مؤثره علينا، بس النهارده هم الولاد برضو على قد ما قدرنا ان احنا يعني احنا عايزين الثلاث نقط وبعد كده يجي الاداء. النهارده كنا مهتمين جدا بالثلاث نقط عشان نكمل سباقنا على القمه. زي ما حضرتك شفت رمضان النهارده
بصفه خاصه بقى حراسه المرمى. رمضان قدم مباراه كويسه رغم انه اخد انذار النهارده انذار الثالث، لكن احنا كنا عاملين حسابنا احنا الماتش الدجله اللي قبل ده لعبنا محمد طارق وعندي اسلام اشرف برده بجهزه، فان شاء الله احنا عاملين حسابنا على الحاجات دي وربنا يكرم باذن الله. كابتن خلينا اتكلمت مع رمضان قلت له ايه خاصه مع ان الهواء كان على المرمى بتاعنا الشوط الثاني، يعني اتكلمت معاه واهم التعليمات اللي قلتها له خاصه في ظل زياده شده الهواء. والله بص هو اهم حاجه في شده الهواء ده انك انت تقدر تحدد الكوره وتوقيتك يكون سليم، وعشان كده كنت دايما باكد عليه انه ما يتسرعش وما يحاولش انه يتهور في اي كوره تتعمل عاليه او طويله، وخليته دايما يلعب ورا الديفنس لان كل الكور الطويله الهواء بيشيلها وبتوصل ورا الديفنس، هو لو واقف متمركز صح بيطلع بياخدها وبيريح الديفنس فيها. اللي جاي بقى المنافسه والضغوط، ضغوط المنافسه النهارده ضغوط اذاعه المباراه كمان، شايفينها ازاي وكلمتوا عليها دكتور ايه؟ والله هو كابتن مدحت اتكلم الاولاد قال لهم يعني النهارده الماتش ده في ملعبنا وقناه النادي هتذيع المباراه، واهم حاجه ان احنا نادي مباراه بشكل طيبه وكويسه، لكن برضو الولاد لسه سنهم صغير لسه ما يستوعبوش حته الاعلام، فانا حاسس ان عملت ضغط عليهم شويه، لكن الحمد لله ربنا كرمنا باذن الله الحمد لله. شكرا يا كابتن، نهارك التوفيق اللي جاي ان شاء الله. شكرا يا كابتن خالد. مكملين اللقاء معاك كابتن اسامه، معانا يعني احد لاعبي النادي الاهلي المتالقين النهارده، يعني معانا بيسو، يعني النهارده طلع على المباراه شفتها ازاي واهم التعليمات اللي كابتن مدحت كان حريص ان هو يوصلها لكم؟ هو طبعا الكابتن كان شايف ان الجو من الصبح يعني الامور مش هتبقى ماشيه معانا، مش هيساعدنا ان احنا نلعب كوره والكلام ده، بس طبعا الماتش في ملعبنا احنا قدرنا نتعامل معاه باحسن وجه، يعني حضرتك كنت شايف رمضان كان بيطلع الكوره نلاقي الكوره رجعت له تاني، بس الحمد لله يعني احنا تعاملنا مع الظروف دي الحمد لله. هل اذاعه المباراه النهارده كانت مسؤوله عليكم ضغط زياده كمان مع ضغط المنافسه مع الاسماعيلي على الصداره؟ لا لا ما احنا يعني الماتشات بتتسجل لنا من احنا 14 سنه، فاحنا يعني تقريبا متعودين على الموضوع ده، في مثلا في لعيبه مننا كتير لعبت مع 97 فمتعوده على الموضوع ده، لكن ما اثرش على حاجه، لكن هي ظروف الجو يمكن النهارده مش يومنا شويه، بس احنا قدرنا نتعامل برده وتخطينا المرحله دي. شايف الفتره اللي جايه هتمشي ازاي خاصه يعني مع زياده المنافسه مع الاسماعيلي فرق 3 نقط، يعني شايف ان الدنيا ماشيه ازاي؟ بصوا طبعا الاسماعيلي منافس قوي، بس هي كل الفكره ماتش، يعني احنا ماتش لو هو وقع ماتش واحنا فضلنا ماشيين كويس بالشكل اللي احنا ماشيين فيه ده، يعني هنلاقي الامور خلاص احنا هنفضل راكبين وهو هيفضل يقع، لان مفيش فرقه مثلا بتفضل مكمله كويس للاخر، لا لان هو مثلا ممكن نكسب النهارده هو ممكن يكون اتعادل ما اعرفش لسه النتيجه بتاعته او خسر، بس فهي الفكره في ماتش مش مساله مش بعيده خالص، المهم بس ان احنا نمشي كويس وملناش دعوه بالاسماعيلي. يمكن مباراه الاسماعيلي انتهت بالفعل، المباراه انتهت بالفعل فوز الاسماعيلي 1-0، لكن الناحيه الثانيه امبي والمقاولين تعادلوا، يعني شايف النتائج دي ماشيه ازاي؟ هو طبعا برضو ان الامبي والامبي تتعادل ده مصلحه ليه، لان هو كده امبي بتنزل برضو، يعني المنافسه كده بيننا وبين الاسماعيلي وهي مساله ماتش، واكيد مثلا هم هيقعوا، لازم احنا بس نركز ان احنا ما نضيعش بونت تاني لان ده هيبقى مش في صالحنا خالص يعني. شكرا لكم التوفيق اللي جاي ان شاء الله. كابتن اسامه مستمرين في لقاءاتنا عقب مباراه الاهلي وحرس الحدود، وبعد كده يبقى معانا كابتن اسحاق اول المدرب العام لفريق النادي الاهلي مواليد 99. يعني كابتن اسحاق الف مبروك الفوز النهارده، مباراه صعبه لكن الاداء ما كنتوش راضيين عنك الحمد لله النتيجه كويسه. الله يبارك فيك. طبعا اول حاجه بسلم على ناس اللي في الاستوديو، كابتن محمد حشيش، كابتن بلال، وكابتن اسامه حسني. فطبعا زي ما هم شايفين النهارده كان دي اوف بالنسبه للعيبه كتيره في الفريق، فمش عارفين نادي بادائنا الطبيعي، لكن الحمد لله في الاخر خدنا اللي احنا عايزينه، هم اهم شيء 3 نقط الحمد لله. شايف المنافسه ازاي بقى كابتن اسحاق؟ يعني الاسماعيلي النهارده بيفوز على المقصه 1-0 ويفضل فرق 3 نقط موجود زي ما هو، امبي بيتعادل مع المقاولين ويبقى تحتنا بنقطتين، شايف المنافسه ازاي بعد النتائج النهارده؟ والله المنافسه لسه بدري، انا مش شايل هم المنافسه، وان شاء الله زي عارف احنا بدانا بنفس الطريقه بدايه الدور الاولاني، بدانا بنفس الطريقه، اول ماتش خساره، ثاني ماتش تعادل، ثالث ماتش مكسب، وفنشنا الاول في الاخر الدور، فان شاء الله برضه عندنا عمل كبير ولينا غيابات كثيره كمان النهارده، لكن الحمد لله كل الناس هتضم معانا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هيرجعوا لشكلهم الطبيعي واداء كويس ونتائج كويسه باذن الله. توفيق. كابتن اسامه حسني بيقول لك بقيت بتتكلم عربي احسن منك. ايوه. انا بتعلم منك يا اسامه. حبيبي يا اسحاق. وحشني والله، وحشني قوي. لا طبعا ده زميل عمر اسامه، كان افتكر مره عمل لي جون كده كنت واقع على وشي لقيته بيقول لي قوم راح لعبها لي نلعب ماتش ضد الشمس كاس مصر. الروح الجميله اللي كانت بينكم كابتن دي يعني بتنقلوها ازاي للولاد وبتحسهم على ايه في الفتره دي؟ والله بنحسهم ان لازم طبعا اول حاجه يبقى في حب بينهم، بعد كده في تركيز ونشيل بعض، هم هي دي تخلي كل فرقه ماسكه بعدها،
لو بنحب بعد ما تفرش معي مين اللي يجيب جول ومين اللي غلط كله بنغطي بعد نشيل بعد وهو ده روح الفن الحمراء روح النادي الاهلي ده اللي احنا كل مره بنكلمهم عليه والتركيز من اول دقيقه لاخر الدقيقه. رايك ايه بقى في اذاعه المباريات على الهواء اول مباراه تذاع لكم السنه دي على الهواء مباشره والكابتن اسامه حسني ودعمه لكم في الاستوديو؟ والله حاجه كويسه طبعا احنا فرحانين بيها لكن احنا اسفين ان هي جت في يوم برضو جو مش مساعد لعيبه مش على حالها لكن نتمنى ان شاء الله يكون في يوم ثاني يكون نأدي بشكل كويس. شكرا كابتن اسامه التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. دايما شكرا حبيبي منورين شكرا. كابتن اسامه يعني دي كانت لقاءاتنا عقب انتهاء المباراه يعني معانا مزيد من اللقاءات. محمد نصير لاعب فريق النادي الاهلي يعني الف مبروك الفوز النهارده المباراه كانت صعبه بسبب الاحوال الجويه يمكن المطر كمان بدا ينزل دلوقتي وانا بكلمك شفت المباراه ازاي النهارده؟ المباراه كانت صعبه طبعا السبب الرئيسي ان في احنا جايبين لعيبه من 2001 ولاعيبه من 2000 ولاعيبه من 99 وانا نازل بال 97 فبننزل بس على الماتش ففي عندنا بانسجام بس النقطه الايجابيه ان احنا قدرنا نكسب واحنا وحشين يعني واحنا الاداء مش كويس قدرنا نكسب دي نقطه ايجابيه فان شاء الله الفتره الجايه يبقى في انسجام اكتر من كده ونحاول ان احنا نأدي بنتيجه ان شاء الله. حاول يعني كده صعب قوي تلاقي فرقه تقول احنا كسبنا بس مش راضيين على ادائنا يعني دايما كل الفرق بتبقى همها الثلاث نقط بس لكن ما بلاقيهاش غير في النادي الاهلي من ناشئين للفريق الاول انك دايما بتقولوا الاداء ما كانش كويس كسبنا بس مش مبسوطين. لا احنا النادي الاهلي يعني تعودنا على كده ان انت حتى وانت وحش لازم تكسب وتكسب باداء فالنهارده احنا ما كناش موفقين اصابات كتير انا واحد من الناس راجع بقالي يومين من اصابه بقالي 3 اسابيع قاعد وفي ناس تانية اصابات كتير اكتر من لعيب اصابات جايبين ناس من 2001 جايبين ناس من 2000 جايبين ناس من 9 وناس من 7 جينا على الماتش يعني فان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن ان شاء الله. الفتره الجايه بقى شايف المنافسه ازاي النهارده الاسماعيلي بيفوز على المقصه 1-0 ويفضل الفرق زي ما هو انبي بيتعادل مع المقاولين شايف المنافسه ازاي الفتره الجايه؟ احنا نركز في ادائنا ونركز في فرقتنا ومالناش دعوه بالفرق الثانيه احنا نركز ان احنا نكسب وان شاء الله هم كده كده هيقعوا ولو ما وقعوش هيقعوا مننا ان شاء الله فهنكسب ان شاء الله وهنفضل لاخر دقيقه ننافس على البطوله. شكرا محمد التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن اسامه يمكن في الاثناء اللي بكلم حضرتك فيها دي بدا زي هطول المطر بشكل اكبر دي كانت لقاءاتنا عقب المباراه والاجواء كلها نقلناها لحضرتك الكلمه ليك. شكرا للمستر محمد توفيق على التغطيه المميزه والخاصه لينا من ارض الملعب. هقول لحضراتكم برضو كان اقيمت بعض اللقاءات اليوم في دوري 99 دوري الجمهوريه زي ما قال توفيق انبي مع المقاولين اتعادلوا تعادل ايجابي 2-2 وده في صالح النادي الاهلي بدا يبتعد قليلا انبي. الاسماعيلي على مصر مقصه فوز الاسماعيلي وما زال الاسماعيلي بيتصدر جدول المسابقه فاز على مصر مقصه 1-0. فوز بيراميدز على الداخليه 4-2 وعندنا لقاء نجوم اف سي والزمالك ومفاجاه فوز نجوم اف سي 5-0 على نادي الزمالك. دي على ما اعتقد دي مفاجاه دوري 99 في هذا الاسبوع هو فوز نجوم اف سي 5-0 على نادي الزمالك. كابتن حشيش كان الكابتن مدحت بيتكلم عن بعض المعوقات النهارده منها الجو منها في تصعيد لاعيبه من مواليد 2000 ومن مواليد 2001 ما عندوش القوام الرئيسي عشان كده النهارده ما ظهرش فريق 99 بالشكل اللي هو كان بيتمناه. هو طبعا كلام هو اكد على كلام اللي احنا قلناه ان طبعا بحاجه زياده كمان هي موضوع الاصابات وغياب بعض الاساسيين 4 من الاساسيين طبعا 4 كتير على فرق انهم يكونوا غايبين اكيد هياثروا على الفريق وحتى العناصر اللي ضمها مش من الفريق نفسه من 2000 ومن 2001 فطبعا كان باين ان مفيش انسجام في بعض الخطوط وبالتحديد خط النص والخط الامامي فعلا كان باين ان مفيش انسجام لان احنا قلنا حتى بين الشوطين وبعد المباراه مفيش انسجام بين اللعيبه مفيش الجمل يعني الانسجام واللعب كتير مع بعض بيجيب تركيب جمل معينه تبقى اللعيبه حافظه بعضها بيبقى عارف تحركات كل واحد عارف تحركات التاني الموضوع ده كان غايب فعلا ما كانش موجود كذلك برضو الهواء واضح انه اثر وهو اكد كمان كلام بلال بتاع اذاعه المباراه برضو على الهواء اثرت على بعض اللعيبه اللي هي لسه طبعا صغيره ومش واخده على الضغوط دي وفرصه الحمد لله ان احنا بنذيع المباريات وبنعودهم على الضغوط دي عشان لما لعيب فيهم يطلع بقى يلعب في الدوري الممتاز
والمباراة تبقى مذاعة وجمهور كبير يقدر يبقى بالنسبة له الأجواء طبيعية. يعني خلي بالك كابتن بلال، احنا عندنا من الفريق ده عمار حمدي مواليد 99 بيلعب دلوقتي مع نادي الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز وما شاء الله بيقدم مستوى رائع. عندنا محمد عبد المنعم برضو مساك مواليد 99 وتم انضمامه الى سموحه مؤخرا، هو لسه يعني ما خدش فرصه في سموحه لكن برضو من العناصر المميزه، ودول من العناصر الاساسيه الموجوده في 99. عايزك تكلمني النهارده عن ابرز بقى العناصر اللي لفتت نظرك في خلال اللقاء. بص يمكن انا هتكلم على برضو يعني احنا دايما يعني واضح ان الحته الدفاعيه مميزه عند فرق النادي الاهلي بشكل عام. يعني كل القطاعات يعني سواء اذا كان فرقه 99 او فرقه 97 او كل يعني الفرق معظم 2001. الفرق اللي احنا او 2001 معظم الفرق اللي اشتغلنا عليها تحليل واضح ان في يعني هارموني كده ما بين المساكين والخط الدفاع. النهارده يمكن شفنا في الشوط الثاني استحواذ لفرقه حرس الحدود لكن ما شفناش خطوره. فرقه بتستحوذ في نص ملعب طيب. بيحاولوا يوصلوا على اطراف الملعب لكن في قلب ال 18 ما شفناش اي اخطاء حتى دفاعيه. يمكن الكره الوحيده باستثناء كره وحيده اللي اتلعبت من ناحيه الشمال واتشاطت من فوق العارضه بشكل يعني دي اللي كانت فيها بقى مهاره من لاعب حرس الحدود. يعني دي الكره الوحيده طول 90 دقيقه، انما بقيه المباراه لا الاثنين واقفين الاربعه كمان مش الاثنين، يعني انا اتكلم على الاربعه ابراهيم السيد وعلاء الشربيني ومحمد مغربي وضياء وحيد. يمكن الاربعه دول معاهم حارس المرمى كمان النهارده برده ما اخطاش ان هو خطا واحد الشوط الاول وما كانش خطا يعني يحسب للدرجه، يعني كانت الكره اتلعبت من بعيد وبرده نتيجه الهواء والكلام ده غيرت اتجاه الكوره، لكن الاربعه الحقيقه واقفين بشكل كويس قوي. تحضيرهم تحضير جيد جدا، بيلعبوا مع بعض بشكل كويس قوي، النهارده بيلعبوا على الامان بشكل كبير جدا. الاثنين الاستوبارين ماسكين بشكل كويس قوي، واحد ماسك والثاني بيعمل عمليه التغطيه، وده كانت باينه، كانت في تبادل ما بينهم وبين بعض برغم ان زي ما سمعنا ان مغربي يمكن 2001 بالظبط مغربي 2001 وعلاء الشربيني 2000 وعلاء الشربيني 2000 الاثنين صغيرين يعني الاثنين لا وما بيلعبوش مع بعض تحس ان يعني كان في تجانس النهارده تفاهم ما بينهم. طبعا فدي دول من اللعيبه المميزه. صالح نصر الشوط الثاني اداء رائع جدا، عجبني صراحه قوي الشوط الثاني، تحرر بشكل كبير، لعب على طرف ملعب الشمال، لعب على طرف ملعب اليمين، كان موجود في القلب، اضاع فرصتين كان ممكن فيهم باد لك، فيهم واحده فيهم باد لك اللي هو اللي طلعها الاستوبر من على خط المرمى. عمل واحده كويسه قوي لزياد الشوط الاول من ناحيه الشمال. فده دول الثلاثه دول انا شايف ان هم ادائهم النهارده جيد جدا، ممكن الباقي اداء متوسط، مش هقول اداء سيء لا اداء متوسط، لكن اللي برزوا النهارده في ظل الجو الصعب، في ظل الضغوط النفسيه، في ظل تغيير اللعيبه زي ما انت قلت يا اسامه، اللعيبه النهارده مصابه، دكتور مدحت اتكلم قال في بعض اللعيبه مصابه، في بعض اللعيبه انت ذكرت عنصرين مهمين جدا 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 تم تعريتهم، احمد يسران برضو من اللعيبه احمد يسران بس احمد اكبر شويه سوري عمار حمدي من اللعيبه المؤثره بشكل كبير جدا، يعني وجوده النهارده في الملعب كان برضو يفرق مع اللعيبه. انت لعيب واحد في قطاع الناشئين خد بالك يفرق بشكل كبير طبعا، يعني لعيب واحد غيابه يفرق بشكل كبير جدا مع الفرقه، انت بيغير لك شكل اداء تمام. خاصه ان انت مثلا في الناشئين انت الكتله بالنسبه لك او العدد بالنسبه لك الموهوبين كتير او ما بيبقوش كتير يعني انت بتحاول تنتقي برضو العناصر الموهوبه بالنسبه لك لان انت التارجت في الاخر بتاعك انك تلعب في الفريق الاول. يمكن هم دول الثلاث عناصر اللي برزوا بشكل كبير جدا النهارده في اللقاء النهارده لقاء حرس الحدود. كابتن حشيش التغييرات النهارده خروج محمد احمد بيسو، نزول زياد طارق ده مواليد 2000 في الدقيقه 55، خروج ضياء وحيد ونزول السيد محمود، وكنا بنتكلم على محمد شكري ما كانش باك ليفت وكان بيلعب في وسط الملعب، رجعه كابتن ميد حطها لعبه في حتته بقى الباك ليفت وظهرت خطوره ده محمد شكري بالزبط. بدانا نشوف الكرات العرضيه في الشوط الثاني اكتر في الدقيقه 68، خروج فهد جمعه المهاجم ونزول محمود بشار في الدقيقه 88. شفت التغييرات النهارده يمكن ازاي؟ طبعا دي كانت الثغره الوحيده اللي كانت موجوده واحنا اتكلمنا عليها بين الشوطين وقلنا شكري عشان الحته مش بتاعته، يمكن انا ما كنتش عارف ان شكري القصه دي مش بتاعته او الحته اللي اتحط فيها مش بتاعته، انت يمكن قلت لي فعلا هو بيلعب في ناحيه الشمال عشان كده كان باين عدم الربط ما بين نص الملعب والفراوده كصانع العاب لما اتغير فعلا ولا وحتى ضياء وحيد اتكلمنا عليه برضو بين الشوطين وقلنا ان هو مفيش الناحيه الهجوميه كانت بالنسبه له مش على يعني مش كويسه، كان مهتم بالناحيه الدفاعيه، يمكن كان الباك الثاني اللي هو الباك رايت ابراهيم السيد هو اللي كان عنده انطلاقات وهو المحرز هدف المباراه. لما التغيير اتعمل ورجع ثاني لشكري لمكانه الطبيعي ابتدت خطورته تبان وابتدى يكمل فيه الهجمات.
كذلك برضو التغيير بتاع فهد جمعة النهاردة. طبعا فهد برغم ان هو من هدافين الفرقة انما يعني قليلة، وانت طبعا بلال اقدر مني يتكلم في الحتة دي، كانت تحركاته قليلة يعني برغم ان هو راس حربة ما حسيتش ان هو مثلا محطة بيسندوا عليه وبيطلع فهد جمعة او حتى يعني بيتحرك على الجناب حتى في الشوط الثاني قبل ما يخرج. صالح نصر هو الحقيقه اللي ابتدى يغير من مكمل خطوره، وبقى اخطر لما تحرر من حته ناحيه شمال اللي كان يعني ماسك فيها شويه، ابتدى يخش من العمق، وشفنا له كره كمان خطر راح ناحيه اليمين خالص يعني من الشمال لاقصى اليمين. فلما تحرر لان هو عنده سرعته عشان كده بيقدر يهرب من الرقابة، فظهرت فعلا الخطورة بتاعته. التغيير بتاع فهد جمعة يعني طبعا كان انا اللي نزل بداله في الدقيقة 88 محمود بشار في البداية الأخيرة يعني. طبعا ما لحقش يعني ما قدرش نحكم عليه يعني ما جاتلوش يعني حاجة، انما يعني كان في بصفة عامة في الخط الهجومي تحسن نسبي وبالذات في اخر 10 دقايق، وكان في خطوره على المرمى، وكان ممكن يبقى في احراز اكتر من هدف، كان ممكن يعززوا الهدف الاولاني، انما طبعا النتيجه في ظل الاجواء اللي احنا قلناها دي كلها اسامه الهواء صعب جدا ويمكن اخر برضو فتره كان فيه ابتدى المطر مع الغيابات الكبيره والاصابات وعدم الانسجام كل ده، في ظل الظروف دي انك تكسب وتاخد تحقق الغرض الاساسي اللي هو الثلاثه بونت، فدي حاجه كويسه. منذ قليل انتهت كل لقاءات الاسبوع 21 في دوري الجمهوريه مواليد 99، وهقول لحضراتكم بقى جات لنا دلوقتي بنشكر الاستاذ محمود درويش الصحفي في موقع فيتو وبعت لنا دلوقتي كل النتائج. لقاء الانتاج والجونه، فوز الانتاج 1-0 على الجونه. الاتحاد المصري فوز الاتحاد السكندري 3-1 على المصري. التعادل الايجابي انبي مع المقاولين 2-2. والمفاجاه في الاسبوع 21 نجوم اف سي فوز 5-0 على نادي الزمالك. فوز الاسماعيلي على المقصه 1-0. فوز بيراميدز على الداخليه 4-2. والتعادل الايجابي بين الجيش وسموحه 1-1. وغدا ستقام مباراه بتروجيت مع دجله. كابتن بلال، كنا بنتكلم عن باكين الطرف ابراهيم السيد الباك رايت وضياء وحيد. الشوط الثاني برضو يعني ضياء وحيد غير، ابراهيم السيد هو اللي استمر ولعب محمد شكري في الباك ليفت. صح، محمد شكري يعني الناحيه الهجوميه زادت الفعاليه للنادي الاهلي بنزول محمد شكري في الباك ليفت. كمان الربط ما بينه وما بين صالح نصر حصل في ربط ما بينهم الشوط الثاني بشكل اكبر بكثير، واضح ان هم بيلعبوا مع بعض او لعبوا مع بعض كثير في الحته دي، عشان كده شفنا ان هو صالح نصر بيخش بيطلع على الطرف بيدخل شكري في القلب، والعكس لما شكري بيروح على الطرف صالح نصر بيخش، واضح ان هم في شغل ما بينهم، في هارموني ما بين الاثنين دول، اتغير شكل الاداء بشكل كبير. شفنا كمان الشوط الثاني الاهلي من ناحيه الشمال بقى افضل بكثير، يعني الشوط الثاني افضل بكثير يا كابتن، يعني دايما استلام الكوره انك تفضي مساحه، انك تخلق مساحه، انك تشتغل انت 2-1، ان دايما واحد فيهم يروح والتاني يخش في القلب، لا في شغل اتعمل بشكل صحيح. كبير جدا، واضح ان التغييره دي كانت مطلوبه الشوط الثاني، عشان كده قلنا ان الاهلي الشوط الثاني اتغير الاداء الى حد ما بشكل كبير جدا، كان في بعض السيطره في بعض الوقت لحرس الحدود، ولكن الخطوره بتاعه النادي الاهلي في اخر ربع ساعه افضل بكثير جدا من طوال المباراه. انت ممكن يسجل هدفين وثلاثه فعلا. بالظبط، انت سجلت هدف الشوط الاول لكن من يمكن من الدقيقه 75 لانتهاء المباراه كان ممكن تسجل ثلاث اهداف، وكلها لعب جماعي يا كابتن، مش بس حاجات فرديه، لعب جماعي، تحركات جماعيه، استلام، تحضير، خلق مساحه للعيب نفسه في الملعب، فاشتغلت بشكل كويس قوي. الحقيقه ابراهيم السيد برضو لعيب مميز، طوله حلو، جسمه كويس، قوي، لعيب سريع، كابتن بيعرف يعدي، صحيح، بيعرف يعمل كروس. انا برضو بعذرهم لان انا عارف ملعب مدينه نصر كويس، الهواء ممكن يكون شديد جدا يا اسامه بيعطلك، صحيح. واحنا قلنا الكلام ده الشوط الاول، قلنا يا جماعه ممكن الهواء بيعطل اللعيبه حتى في الجري كمان، مش بس في الكوره بس، صحيح. مش بس بيعطل الكوره بقى، يمكن اللعيب اللي طلع يتكلم من شويه كان بيتكلم محمود بيسو كان بيتكلم ان هم الهواء وشده الهواء عامله برضو يعني معطله شويه اللعيبه، معطله شويه اللعيبه، وانت عارف طبعا انت بتتكلم في لعب، احنا لعبنا في الاجواء دي كتير جدا، بتلعب في الاجواء دي بتصعب عليك، بتسهل طبعا. الامور للفرقه الثانيه، الفرقه الثانيه حرس الحدود جاي
واضح ان هو جاي مش عايز يتغير منها كتير. ما هو بص بص الكره اللي فاتت دي يا بلال، يعني اللاعب شالها من على خط المرمى، زاد فرصه زياد طارق، يعني كان ممكن عندك مساحه انك يعني الكره دي بدلك جدا على خط المرمى دي، يعني ده هدف كان مؤكد للنادي الاهلي، بدلك دي فيها لصالح، يعني هدف محقق خلاص. يعني بص كره دايما يا بلال في الاجواء دي كمان اللي بيدافع بيبقى اسهل من اللي بيهاجم. طبيعي يا كابتن، لان طبيعي. اللي تشتت الكره في اي صح. مكان، انما اللي بيهاجم بيبقى عايز يعمل كنترول صح على الكره، يحط رجله صح على الكره، فطبعا الهواء طبعا بيفرق قوي في التايمنج بتاع الشوط والتايمنج بتاع ضربات الراس. في نقطه انا عايز اقولها كمان برضو، برغم ان المغربي مش المساك بتاع ال 99 ومتاخد معاهم مع علاء الشربيني، ما حسيناش ان هم غرب عن بعض. أيوة تعرف في تفاهم فعلا، في تفاهم، ما حسيناش ان هو يعني في مشكله بينهم او في، لان دايما المساكين بيبقى دايما لازم يلعبوا مع بعض كتير لان تحركاتهم مرتبطه ببعض. تمام. فالحقيقه ما حسيناش بالموضوع ده. كذلك انا برضو عايز اكرر على صالح نصر، لان هو من اللعيبه فعلا العجباني، ستايله وسرعته وتحركاته، وزي ما بقول لك في الشوط الثاني ما ابتدى يتحرر من الرقابه ويروح في حتت كتيره، شفنا له كوره برده تسديده على المرمى، بيعرف كمان يروح للكوره فين، بيقف صح في بعض الكرات، هو مكمن الخطوره بتاع الفرقه كلها. يعني دي واحده مجهود فردي رائع جدا بصراحه، يعني واحده يعني فيها سبق سرعه وراح وعملها بالعرض كان لازم يبقى فيه اهتمام من زياد طارق فيها في ظل الهوا زياد طارق مواليد 2000 برده، يعني اللي نزل يعني ده مواليد 2000. سرعه وقوه ودقه كمان في خلي بالك، هو هداف البطوله برصيد 21 هدف. يعني عدد من الاهداف كم الاهداف كبير كويس. يعني انت بتتكلم تقريبا في كل مباراه هدف، يعني 21 هدف في 21 مباراه ولسه ثلاث ماتشات بس في الدور الثاني، يعني انت يعني او اربع ماتشات جايز. لا اكتر يا كابتن، لا لسه احنا دلوقتي النهارده اسبوع 21، النهارده 21 لسه بتاع 15 ماشي. لا انا بقول لك لسه اربع ماتشات ملعوبه بس في الدور الثاني. لسه قدامه. كابتن بلال، شفت رمضان ابو حاطب حارس مرمى النادي الاهلي بالرغم انه ما جاتلوش فرص كتير، ممكن يبقى خطا وحيد في الشوط الاول لما الكوره عدته وطلعت ركنيه. رمضان ابو حاطب شفت النهارده يعني حارس مرمى النادي الاهلي ازاي؟ بص انا يعني حراس النادي الاهلي يمكن في حتى برضو في الفترات اللي فاتت دي كلها عندهم فوتورك كويس قوي، بيقفوا داخل ال 18 بشكل كويس جدا. تمام. الحاجات الصغيره اللي بتروح لهم الكورسات العرضيه بيبان فيها الثبات النفسي عند حارس المرمى. يعني خلينا نتكلم عن الثبات الانفعالي بتاع حارس المرمى، لا عنده ثبات انفعالي، يعني مش هتكلم عن الكره اللي فاتت دي عشان برضو انت النهارده بتلعب في اجواء صعبه، الهواء شديد جدا جدا يا اسامه، خد بالك بيغير اتجاه الكوره، فممكن تبقى انت عامل حسابك ان الكوره جايه الناحيه دي فتلاقيها يعني راحت سنه يمين او سنه شمال، يعني فدي مش هنقدر نحاسبه عليها. لكن احنا بنبص له على التحركات داخل ال 18 يا كابتن. أيوة. على التغطيه، تمام، على الكلام مع الخروج من خروج من المرمى، خروج من المرمى في بعض الاوقات، لا خروجه مميز بشكل كبير. هي دي الكره الوحيده اتجاه الهواء، يمكن هو اللي عمل الحته دي، غير اتجاه الكوره، وهو كمان بيلوم نفسه خد بالك، وبيشجع نفسه في نفس التوقيت، يعني واضح ان هو عنده ثقه في نفسه. بس الكوره يعني اتغيرت اتجاهها، وضع طبيعي عادي بتحصل في اي مع اي حارس في اي مكان طول ما انت بتلعب في ملعب مفتوح. ما شاء الله بالنسبه لسنه طويل وجسمه كويس، لا ومش راهب الموقف، وبيتكلم مع المساكين اللي قدامه، وبان ثباته كمان في كوره عاليه، في كام كوره بره السكس يارده، يعني بيطلع كمان مش في بعض الاجوان ما عندوش خوف في اجوان، لما يعني عشان مش واثقه في نفسها او تبقى خايفه، بيبقى بنقول احنا بيبقى لازقه في الجون، واقفه في السكس يارد، ده بيطلع فبيطلع، دي يعني عنده الثقه، ودي حاجه يعني تميز حارس المرمى. يعني هنتكلم عن الحكام بالرغم انهم اتاخروا يعني وانتقدنا الموضوع، لكن يعني انا شايفهم النهارده اجادوا في المباراه، بس هنطلع دلوقتي نفرجكم على حاجه كابتن حشيشه كابتن بلال، وهنرجع لحضراتكم تاني. كابتن ثابت البطل النهارده الذكرى ل 14 لرحيل الكابتن ثابت البطل، يعني من افضل واحسن مديرين الكره جم في تاريخ الكره المصريه، ومن افضل الناس عطاء وهو لاعبا وهو كمان اداريا داخل النادي الاهلي. صحيح. الله يرحمه كابتن ثابت، يعني مثال بلال. هذا فاكر الهدف ده؟ ده مين ده؟ اسامه انت اللي جبته ده؟ ده انا؟ لا انت ده انا نازع. ده كان في تكريم الراحه لكابتن ثابت البطل. افتكرت صح. انا جبت جولين في الماتش ده. صح.
ذكرياتك مع كابتن كابتن ثابت يعني مثال للرجولة والشهامة. يعني أنا كان بيربطني بيه علاقة يعني قوية، ويعني سواء جوه الملعب وخارج الملعب. جوه الملعب حتى يعني لو أنت غلطت في حاجة أثناء المباراة حسس الجمهور ولا الناس ان دي ما تكبرش الغلطه بتاعتك، بل بالعكس بيشجع على عكس بعض الناس الثانيه اللي ما بتبقاش عايزه تبين يعني الغلطه بتاعته، لا غلطه اللي قدامه. هو كان يعني في الحته دي ما بتحس ان هو واقف وراك في حراسه المرمى، مش معقوله يعني حاجه قويه، بديك ثقه غير عاديه، ودايما بيتكلم معاك ويقول لك الاحسن والاحسن. بره الملعب بقى مش عايز اقول لك، يعني له مواقف معايا كثيره جدا جدا، سواء لما كنت في النادي الاهلي حتى بعد ما سبت النادي الاهلي ورحت دبي لعبت مع المقاولين العرب دوره هناك الدوره العربيه. كان بيمرن هو هناك في وقتها في سنه 91 في الامارات في ابو ظبي، واصر انه يجي المشوار ده عشان يقعد معايا ويقابلني ويشوف حاجه انا عايزها. يعني كابتن ثابت طبعا مواقفه كبيره، مواقف تانية برضو في ماتش اعتزالي لما رحت قلت له عايز اعمل ماتش اعتزال وانا خارج النادي الاهلي، وكان هو مدير كوره، قال لي النادي الاهلي هيجي الماتش بتاعك، حدد الطرف الثاني واحنا ايا كان. وكان الموضوع صعب لانه كان قبل بدايه الدوري على طول، وكان الموضوع صعب انك تلعب اي حد يعني. فهو مواقفه كبيره جدا جدا الكابتن ثابت. يعني الكابتن بلال الكابتن حشيش يعني بيتكلم عن مواقف مع الكابتن ثابت وهو لاعب، انت طبعا حضرته وهو مدير كوره. طبعا قول لنا بقى يعني الله يرحمه، حضرته وهو مدير كوره، حضرته في الفتره الاولى وفي الفتره الثانيه. يعني حضرته في اول فتره مع ستريتسوبل، وحضرته مع الفتره الثانيه. وكان ليه موقفين الحقيقه مع، يعني له مواقف كتير اكيد، بس انا يعني في موقفين مهمين بالنسبه لي انا شخصيا. اول موقف لما طلعت الفريق الاول، وكان بقى ساعتها كابتن حسام حسن موجود راس حربه في النادي الاهلي، واحمد فيليكس وبتاع، وكان في بقى العداوه وانا طالع بقى، عارف انت ايه، عندي 18 سنه فاهم قصدي، وبغير بره في اوضه ثانيه، ده اقل واجب بغير في اوضه ثانيه. بس اول مره يمكن انا طالع بقى من الدرجه الاولى، عارف انت واخد لبس الدرجه الاولى وبتاع، وراح اغير معاهم في الاوضه وبتاع في اوضه اللبس، فلقيته بينادي عليا انت رايح فين؟ قلت له يا كابتن اغير عشان عندنا انت في تمرين يا كابتن. قال لي هتغير هنا فين؟ هتغير هناك. قلت له قال لي مكانك ما بتغير مع الناشئين. فالناشئين رضينا انت جبنا عشان تغني. فرحت غيرت، فبعدين جابني بعد التمرين قال لي بص عشان تبقى لعيب كبير في النادي الاهلي لازم تمر بمراحل. تمام؟ لازم تتعلم ان عشان توصل تبقى لعيب كبير جوه زي اللعيبه الكبار دول لازم تعرف ان الموضوع مش سهل. لازم يعني بلغه الكوره لازم يعني تتمرمط. أيوة كويس قوي. أيوة لازم تتعلم كويس قوي عشان لما تطلع فوق ما تسيبهاش. صح يعني قصدك، لان لعيبه كتيره جدا بتطلع فوق يوم واثنين يوم واثنين يعني فبينزل سهل ويسيبوها. طبعا. فقلت له حاضر يا كابتن وبتاع. فجي موقف مع كابتن حسام حسن في الملعب، كانت كوره انا انفراد فرقصت جون وبعدين حطيتها جون، فكابتن حسام عارف كابتن حسام حسن يحب الناس كلها تبصيله يعني. فقال لي انت انا احسن. قلت له يا كابتن انا جبتها جون. قال لي لا انا احسن. فقلت له حاضر يا كابتن ماشي اعمل ايه طيب. فجه كابتن ثابت بعديها قال لي كان بيقول لك ايه؟ قلت له كان بيقول لي بصيلي. قال لي بص لازم يبقى عندك شخصيه في الملعب، اي حد يقول لك بصيلي وانت بتجيب جون ما تبصيش. قلت له ماشي. طب دي كانت البدايه مع الكابتن ثابت في المرحله الاولى. بالظبط. المرحله الثانيه بقى لما جه مع مستر بص جوزيه. المرحله الثانيه لا كان مع كان الاول مش مع هو اشتغلنا مع مستر جوزيه واشتغلنا مع بونفرير. أيوة. بونفرير لا مش بونفرير لا اسمه اوليفيرا. اوليفيرا صح. اوليفيرا كنت انا مصاب وبعدين مش عايز يلعبني وانا كنت هداف الفرقه. فبعدين لقيت الكابتن ثابت عامل محاضره قال بصوا يا جماعه انا هقول لكم على حاجه، واحد زي احمد بلال يعني، والحقيقه هو يعني انا دي يعني خدتها يعني على عاتقي جدا، قال لي واحد زي احمد بلال ابن النادي الاهلي لما يكون هداف الدوري، كنت هداف الدوري السنه اللي قبليها، والمدرب يقعده بره وهو سليم وما يتكلمش، ده يدل ان ده متربي في النادي الاهلي. تمام؟ وانا بحييك قدام اللعيبه كلها. تمام؟ اخلاقك واحد زيك المفروض كان يعمل مشكله وازمه، لكن اخلاقك اللي اتربيت بيها على نفسك هي دي الاخلاق اللي احنا محتاجينها. عشان كده انا بقول لك اهو انا هتكلم مع المدير الفني قدام اللعيبه وهقول لك لازم يكون لك دور الفتره اللي جايه. وانا كنت راجع من الاصابه فعارف واللعيبه بتلعب وكده يعني. فانا بعديها جيت كلمته كنت كابتن ثابت، يعني انا انت من الناس اللي انا
مش بس بحترمها، الناس اللي انا بخاف منها. لا خلي بالك بس بالرغم ان هو كان شديد وكان حقاني حقاني اللعيبه كلها بتحبه حقاني جدا قوي حقاني جدا انا عايز اقول لك احنا كنا زمان برضو موقف كوميدي يعني شويه برضو الفتره الثانيه دي فكنا مع لسه في بدايه مستر مانويل جوزيه وبتاع وكان معنا ابراهيم سعيد ومحمد جوده وبتاع فاي كانت العصاير بنقعد في فندق يعني من الفنادق فالعصاير كانت متاحه يعني عارف تطلب زي ما انت عايز فاحنا بنبص لقينا مثلا 70 كوبايه مانجا سبعه مانجا بس انت متخيل؟ لا لا قالوا هتدفع من اول السنه هتدفع ثمن المانجا اللي شفتها الله يرحمه الله يرحمه شخصية جميلة جدا شخصية قيادية كبيرة راجل يعني الحقيقة تعلمنا منه يعني الالتزام الانضباط يا كابتن عمري ازاي تحب النادي على مستوى حتى وهو لعيب انا عمري ما سمعت له او عرفت ان في مشكلة بالنسبة له سواء بيلعب سواء ما بيلعبش يعني كان راجل وقائد من يومه سواء كان بيلعب اساسي او كان على دكة الاحتياط لان طبعا كان في تبادل على طول بينه وبين الكابتن اكرامي يعني بصراحه كان عارف قيمه كمان للنادي الاهلي طبعا يعني هو رحله طويله ما شاء الله من العطاء وهو لاعب وهو اداري ويعني من المواقف اللي جمعتنا بيه كلاعيبه كان قبل كان وقت مباراه اهلي وزمالك قبل ما توفى بيومين وهو كان تعبان جدا جمعنا كلنا حواليك لعيبه وقلنا له يا كابتن ثابت لازم تريح يعني المرض كان اشتد عليه في الفتره الاخيره قال انا لو قعدت في البيت هتعب اكتر طول ما انا موجود وسطكم في النادي الاهلي انا حاسس بالراحه فطبعا يعني رمز كبير ودايما جماهير الاهلي هتتذكر دايما كابتن ثابت البطل لانه فعلا يعني كان بطل وكان دايما ثابت على مبادئه اللي احنا اتعلمناها داخل النادي الاهلي قدوه كلاعب وقدوه كاداري يعني هنروح بقى للقاء بتاعنا الاهلي وحرس حدود 99 عايز اتكلم عن الحكام يا كابتن حشيش يا كابتن بلال زي ما احنا برضو انتقدنا الوضع في بدايه المباراه والتاخير لكن النهارده اشادوا بشكل كبير الامور كانت بسيطه مفيش مشاكل خالص كان فيه حتى بعض الكور الصعبه تحكيميا ما شفناش يعني صعوبتها لان الصفاره ما كانتش متاخره كانت ان تايم كابتن خارج جمال غندور كابتن احمد عبد الغني كابتن بهاء هشام اتفضل الحقيقه كانت قرارات كلها يعني احنا حتى واحنا قاعدين مفيش مثلا كره اختلفنا فيها اذا كانت مثلا فاول او اذا كانت ضرب جزاء جوه ال 18 القرارات كلها قرارات سليمه وفي وقتها وما شفناش حتى اي اعتراض من يعني اي لعيب في الملعب دايما لما ما تحسش بالحكام قوي يبقى الحكم فعلا ادى دوره يعني اكتر خلي بالك برضو يعني فريق الاعداد بتاعنا كابتن حشيش كابتن بلال جابوا لنا وظيفه كل حكم يعني كابتن خالد جمال غندور محاسب كابتن احمد عبد الغني مدرس تربيه رياضيه والكابتن بهاء هشام طبيب بشري عشان ايه الحمد لله ما فيهمش حد بيشتغل في اكاديميه فاحنا كنا حريصين نجيب وظيفه كل حكم علشان ايه من هنا ورايح بقى لازم نجيب وظيفه يشتغل في اكاديميه تابعة للنادي الاهلي لا ده ما شاء الله حاجه مشرفه فعلا صحيح. محاسب او مدرس تربيه رياضيه او كمان يعني كابتن بهاء هشام طبيب بشري فيعني حاجه مميزه وحاجه مشرفه طبعا لا دور خد بالك كابتن حشيش قال حاجه مهمه جدا طول ما انت ما بتحسش ان في قرارات يعني وشد وجذب طول ما الحكم جيد في الملعب اداؤه جيد جدا يمكن حتى كمان يعني عجبني جدا قرار الركله الحره المباشره اللي حسبها للنادي الاهلي من قدام ال 18 تمام خلاص قرار سريع انذار طلع على طول الانذار طبق القانون بشكل واضح وصريح يعني دي برده بتبين شخصيه الحكم في بعض الاوقات يعني ممكن الحكم يدي فاول خلاص وانتهى الموضوع او حكم ممكن يطنش كمان يا كابتن او ما يديش انذار لكن واضح ان هو عنده شخصيه يعني شخصيته في قراره على طول ادى فاول وبعد الفاول ادى انذار على طول خلاص وده قرار الحكم بعض الحكام كمان بتحب ان هو بيدي القرار بيبقى فيها نوع من الشو شويه لا ده هو بياخد قرار بيروح للكوره على طول وبيصفر في مكانها فيعني هو حكم ما شاء الله باذن الله كله مستقبل حكم واعد مستقبل كبير ان شاء الله باذن الله والاوزان كمان يعني مناسبه في زياده في الوزن عشان الاوزان فوق بس الاوزان فوق مشكله الاوزان فوق واضح ان في بط فوق كبر ولا حاجه لا انا بستغرب والله في اوزان حكام فوق صحيح. يعني محتاجه ان هي يعني تخس شويه يعني انا بستغرب حاجه مهمه جدا يا كابتن حشيشه كابتن اسامه ان حكم بيقول لك يسقط في الاختبار للياقه البدنيه في للاتحاد الافريقي ازاي يا جماعه؟ لا وبعدين حتى لو انت وزنك احنا شايفين دلوقتي عشان الكابتن فتحي مبروك طبعا في دبي في البطوله الدوليه مع البعثه 2006 طبعا موجود الكابتن اكرامي يعني
وكان موجود كابتن هشام حنفي اكيد، وموجود كل مدربين القطاع طبعا بيتابعوا وبيأزروا فريق 99. هو الحقيقه كابتن اكرامي برضو يعني بيبقى حريص على انه يعني يبقى حاضر كل المباريات، بيحضر كل المباريات سواء يعني في النادي او خارج النادي، بيتابع كل الاعمار السنيه وبيحضر يعني سواء الكابتن فتحي موجود او مش موجود، هو بيبقى حريص ان هو بيبقى موجود عشان برضو يطمن على الحراس، يطمن على حراس المرمى بتوعه، يعرف صح وصلوا لايه مستوى الشغل بتاع المدربين بتوعه يعني. واحنا كنا بنذيع المباراه السابقه كانت على شاشه قناه النادي الاهلي، هنا كابتن حشيشه كابتن بلال، 2001 كانت الاهلي وبيراميدز اللي فاز فيها النادي الاهلي 3-0 وما شاء الله ادوا اداء رائع. كان عندنا اصابه قويه جدا وقتها، كان اصابه احمد اشرف، احمد اشرف من اللاعبين المميزين. قلت لك جاله اصابه بعدين يمكن انا حتى احنا كلنا اتكلمنا وشفنا اصابته وقلنا عليها اصابه قويه، دي الاصابه اللي كانت معانا يعني وقتها، قلنا هيعمل اشعه وهنشوف. الحقيقه كانت باينه يا اسامه من الوقعه قوية نفسها ومدى الالم اللي هو حاسس بيه، كان باين ان هي الاصابه جامده، احنا كلنا قلنا لا دي فيها حاجه. احمد يعني اشرف من اللعيبه اللي انضمت لمنتخب الكابتن ربيع ياسين، من اللعيبه المميزه سلوكيا وفنيا، صحيح كابتن الفريق ومن الكباتن بتوع منتخب مصر، واحنا بنتفرج قلنا اصابه قويه، للاسف طلعت الاصابه يعني قطع جزء في الرباط الصليبي، هيحتاج تدخل جراحي، ممكن يكون ان شاء الله يعني الاسبوع اللي جاي يعمل عمليه، لكن فعلا يعني خساره. لكن رسالتنا هنا في ملعب الاشبال وبرنامج الاشبال، لازم يبقى عندك اصرار وتحدي وعزيمه، ان شاء الله ترجع احسن من الاول. عندنا مثال كان ناصر ماهر في قطاع الناشئين وجاله 2 رباط صليبي، مش كان رباط صليبي واحد، وكان عنده من الاصرار والعزيمه انه يرجع، صحيح ما شاء الله تالق مع السموحه وتالق مع بتروجيت ورجع مره ثانيه للنادي الاهلي، وما شاء الله من العناصر الرئيسيه. ده كان الهدف بتاعه في لقاء الاهلي ومميز جدا جدا يعني. ميزانها هنا عشان عايزين نقول ده. برضو كابتن اسامه النادي الاهلي ما بتخلاش برضو عن لعيبته، وبيبقى يعني بياخد قرار في مواضيع الاصابات دي على طول، الحقيقه اكتر من لعيب في مختلف الاعمار، حتى الاعمار الصغيره لا قدر الله لما بيجي اصابه بيبقى النادي حريص ان هو يعني يقوم باللازم تجاه اللاعب، سواء من ناحيه مثلا لو كان في عمليه جراحيه او بعد كده للتاهيل يعني. انا بس ربنا يشفيه ويعافيه ويعفو عنه يا رب. خد بالك بص في مشاكل كتيره جدا، خد بالك يا كابتن، بتقابل الناشئين، مشاكل الملاعب الثانيه المختلفه اللي بتلعب عليها، فاهم قصدي؟ دي مشاكل كبيره جدا يا اسامه في ملاعب الناشئين، لازم لابد من اهتمام الدوله واتحاد الكوره، لازم يكون في مقاييس ومعايير واضحه يا كابتن للملاعب اللي بتتلعب عليها المباريات. عشان كده انا بقول لحضرتك ايه، مفيش حاجه اسمها مسابقه تتلعب تقول لي النادي الاهلي مثلا اللي بيصرف مثلا 5 6 مليون ولا 10 مليون او 20 مليون على قطاع ناشئين بيلعب مع فرقه مثلا صغيره، انا اسف ما عندهاش لا تمتلك ملعب، صعب صعب الموضوع، صعب بشكل كبير. بمناسبه اللي انت بتقوله ده يا بلال، كلام يعني ممتاز اللي انت بتقوله. جالنا شكوى من ملعب في المنطقه، طبعا منطقه القاهره، من ملعب السكه الحديد الفرعي، الفرع اللي فوق الفرع الحديد، جه اكتر من اصابه لاكتر من ناشئ في انديه مختلفه، وفعلا طلعنا لجنه ووقفنا اللعب على الملعب ده، لان مهم جدا ان توفر للناشئ الصغير ده ملعب كويس يقدر يلعب عليه. صح، يعني دي اهم عنصر من عناصر اللعبه، هو ملعب جيد بيفرق في الاداء، بيفرق في الاصابات زي ما انت شايف. وبعدين حرام اما يبقى ولد صغير لسه بيبتدي حياته ويجي له اصابه مثلا تعطله يعني زي كده. وده قرار محترم طبعا من مسؤولين منطقه القاهره انهم يهتموا بالامر ده ويطلعوا لجنه تعاين الملاعب عشان دايما نحافظ على المواهب بتاعتنا. هنشوف دلوقتي صور لبراعمنا 2006، دي الصور عندنا النهارده الدكتور محمد سراج، المهندس محمد سراج، لمباراه النهارده اللاعبين النهارده فازوا على الوحده الاماراتي 4-0. كابتن فتحي مبروك طبعا للاستاذ محمد سراج رئيس البعثه، والنهارده ما شاء الله ادوا اداء يعني رائع وفوز 4-0 على الوحده، وعندهم مباراه ان شاء الله الساعه 7 مساء مع سيلتا فيجو، نتمنى لهم التوفيق وتبقى احتكاك قوي، ومع الاحتكاك القوي ان شاء الله يرجعوا مبسوطين ويرجعوا كده بكاس البطوله. سلجادو مدير البطوله مع الدكتور محمد سراج، لا بطوله كمان عالميه بتضم فرق عالميه، برشلونه وريال مدريد، نخبه محترمه، اكيد الفرقه تستفيد من الاحتكاك طبعًا القوي ده، وانهم يقدموا يعني دعوه للنادي الاهلي، فده يبين لك يعني ان النادي الاهلي كبير، قيمه النادي الاهلي كبيره، سواء فريق اول او حتى كمان ناشئين
او براعم النهارده انهم يكونوا حريصين يقدموا دعوه لبراعم النادي الاهلي. لان انا عايز اقول لك حاجه كمان، الفرق القويه دي صور كمان من المباراه اللي كسبناها 4-0 النهارده، اللي كانت امام الوحده، امام الوحده الاماراتي. وهقول لحضراتكم برضه من اللي احرز الاهداف عمر سيد معوض، نجل سيد معوض هدفين، محمد شريف هدف، ومحمد احمد سعد الشهير بشيبه هدف، دول اللي احرزوا اهداف لقاء الاهلي والوحده الاماراتي. ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المباراه الثانيه. عايز اقول لك ان برضو الانديه الكبيره لما بتيجي يدعوها لدورات زي دي بتبقى برضو بتسال عن الانديه الثانيه المشاركه عشان ما تجيش تضيع وقتها، هي عايزه تستفيد من كل طبعا بطوله او اشتراك. فهو طبعا لما يبقى النادي الاهلي موجود ده بيزود قيمه البطوله يعني، ويزود الاحتكاك يعني سواء بالنسبه لنا او بالنسبه لهم يعني. تمام، شرفتنا كابتن حيش النهارده. شكرا يا كابتن اسامه. شكرا، شرفتنا كابتن. ربنا يخليك كابتن اسامه، تسلم. نتمنى ان شاء الله نكون احنا قدمنا لكم حاجه استمتعتوا بيها في ملعب الاشبال، مباراه الاهلي وحرس الحدود. واستنونا ان شاء الله في ملعب جديد من ملعب الاشبال، ومباراه جديده ان شاء الله على خير. في النهايه بحب اشكر كل فريق العمل، طبعا مخرجنا المتميز محمد دكروري وعماره وبيومي، وكل فريق الاعداد على راسهم طبعا الاستاذ محمود شوقي، احمد رشاد صاوي، معلقنا المتميز فاروق صلاح، محمد توفيق مراسلنا ملعب المباراه، وكل فريق الاعداد وطاقم العمل. نشوفكم ان شاء الله خير في ملعب جديد من ملعب الاشبال. شكرا والى اللقاء. يا أهلي شوف ولادك والبنون، شوف كتيبك، شوف جنودك والحشود، شوف آيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها أبكار الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان، كل نعمة في رحابك عندنا مشيئة وإرادة ربنا، من شيوخك الكسب تمكنا، وشبابك احتفظنا في اسمنا.